بص يا شباب، دلوقتي ال MOD ده لما اجي اكون عاوز اجيب مومنت اباوت لاين، لاحظ حاجة هنا ان الفورس اف هنا ايه ليها ذراع عزل حوالين النقطة دي، بتقدر تعمل ايه؟ بتقدر تعمل روتيشن اباوت البوينت دي، يعني بتقدر تعمل حواليها مومنت. طب دلوقتي لو انا بصيت على النقطة دي كمان الاحظ ان الفورس اف بتقدر تعمل حواليها مومنت. طب يبقى الاكسس ده كله اللي هو المحور اللي هنا ده الفورس بتاعتي اللي هي اف دي بتعمل حواليه مومنت. المومنت ده بقدر احدده ازاي؟ عبارة عن اف بتاعتي الفورس بتاعتي في البعد العمودي دي، تمام؟ البعد العمودي ده بجيبه وهو ده يعتبر المومنت بتاعي حوالين اكسس، يعني ببرومه المومنت اباوت اكسس، يعني باخد الاكسس ده بلففه حوالين نفسه. يعني احنا الاول لما كنا بنلفف مثلا لو انت عندك كماشه ومفتاح انجليزي كده، تمام، وبتربط مسمار، انت لو تيجي تعمل فورس هنا المسمار ده بيلف معاك فانت بتعمل مومنت حوالي البوينت. طب انت مسكت مفك، تمام، ولففته بايديك من فوق، لاحظ ايه اللي هيحصل في المفك؟ كل نقط المفك بتلف معاك، يبقى انت كده مش بتعمل مومنت اباوت بوينت، انت بتعمل مومنت اباوت لاين او اكسس. وفي الاخر ده بيعمل ايه؟ ده بيلفف نقطه في الاخر اللي هي بتاعت راس المسمار. يبقى انت المومنت اباوت اكسس ان انا بلف الاكسس كله على بعضه او محور كامل، يعني بلفف عمود، بلفف اسطوانه، ببرم حاجه، الحاجات دي كلها دي المومنت اباوت اكسس. طب انا دلوقتي لو عايز اجيب اتجاهه بجيبه بالرايت هاند رول زي ما انتم شايفين كده، هشرحها لكم بالتفصيل في الرسمه اللي جايه. بص يا شباب، اللي فتح المايك بتاعه يقفله يا شباب. بص يا شباب، لما انا المره اللي فاتت قلت لكم بتجيب المومنت اباوت لاين بوينت بتجيبه ازاي؟ بحط ايديا سيف يد زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ وبخلي صوابعي كلها في اتجاه الفورس، يعني بس شايف حاطط ايديا سيف يد على الفورس نفسها. بلفف صوابعي بالطريقه دي ناحيه البوينت اللي بجيب حواليها مومنت، فانا بجيب المومنت بتاع حوالين بوينت بي هنا، فايديا لفت حوالين بوينت بي. لاحظ ان لفه صوابعي هي نفسها اتجاه اللفه بتاعت المومنت. فانت لو بصيت عليها من فوق كده هتلاقي اللفه دي عامله كده، يبقى نوع اللفه دي ايه؟ كاونتر كلوك وايز. طب الابهام ده لو انا فردته وفردته لفوق كده يبقى هو ده اتجاه المومنت بتاعي از فيكتور، يبقى هو في اتجاه كي، تمام؟ يبقى انت الرايت هاند رول بتاعت المومنت بتاع بوينت بالشكل ده. طب انا بقى لو عايز اعمل الرايت هاند رول للفورس بتاعتي او المومنت بتاعي اباوت لاين، طبعا انت الطريقه دي اللي هي بتاعت الرايت هاند رول للمومنت اباوت لاين هي حلوه ووحشه في نفس الوقت، لانك انت في الفراغ هتبقى رخمه قوي، بس اتعلمها، يعني انا بعرفها لك عشان تبقى عارف، يعني تطلع الاجابه بتاعتك تعرفها. بحط كف ايديا على الفورس واخلي صوابع ايديا اللي هي الاطراف الاصابع بتاعتي مع الفورس، شايفين الاثنين في نفس الاتجاه، وبلفف ناحيه بوينت من اللاين بتاعي، يعني اللاين بتاعي عليه سي بي دي، بلفف صوابعي كده ببرومه ناحيه الفورس دي، ناحيه البوينت دي. فاللفه دي هي دي اتجاه البرم بتاعي، ان البتاع ده لما يجي يتبرم هيتبرم كده على الزوم بالشكل ده كده، تمام؟ طب اتجاه الصب اللي هو الصباع ده لما اجي افرده الاقي اتجاه الفرده مع مين؟ مع ام سي دي سي بي. فدي لو كانت اي جي كي يبقى المومنت بتاعي اللي هيطلع ده هيطلع في اتجاه مين؟ الار. يبقى انا كده قدرت احدده فيكتور بالرايت هاند رول. طب دلوقتي لاحظ حاجه، ان انا كاتب ام سي بي، يعني انا كنت بسمي المومنت باسم اللاين بتاعه، يعني ام او بي اللي هو من او لبي، تمام؟ بحط زي ما احنا كنا المره اللي فاتت بنكتب نقطه بنكتب هنا اسم اللاين بنقطتين من عليه. هتلاحظ ان المومنت بتاع ام سي بي هو نفس المومنت بتاع ام سي دي، يعني من هنا لهنا او من هنا لهنا كلهم قطع مستقيمه او خط مستقيم كلهم واحد. هو عباره عن ايه؟ اف اف بي اي اللي هو البعد العمودي ما بين الاثنين اللي هو اف دي. ده كده انا بجيبه بطريقه الماجنتيود. طب انا عايز بطريقه اللي هي الرايت هاند رول، الطريقه الامن والاحسن انت تجيبها بالفيكتورز. لاحظ حاجه ان ام سي بي هنا انا مش حاطط عليها علامه فيكتور، لان بيطلع من العلاقه دي بيطلع ماجنتيود، خد بالك. انا لما باجي استخدم العلاقه دي بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي ماجنتيود.
بجيبه ازاي بقى؟ عاوز اجيب الموت اباوت لاين، بضرب السي بي كاب. ايه السي بي كاب ده يا شباب؟ احنا قلنا قبل كده السي بي كاب ده اليونت فيكتور بتاع اللاين. يعني انا دلوقتي عاوز اجيب الموت اباوت لاين سي بي، يبقى بضرب السي بي يونت فيكتور اللي هو اليونت فيكتور بتاع اللاين بتاعي اللي انا بجيب حواليه في مين؟ دوت برودكت في ام سي. ايه ام سي ده؟ ام سي هو المومنت بتاع الفورس بتاعتي اللي انا بجيبها حوالين اللاين على نقطه موجوده على اللاين ده. يعني دلوقتي النقطه اللاين ده عليه ايه؟ نقطه سي. يبقى انا اجيب الاف حوالين السي واضربها في اليونت فيكتور بتاع اللاين. طب في نقطه ثانيه موجوده على اللاين، اه نقطه بي، مش هو اسمه لاين سي بي؟ يبقى انا ممكن اضرب اليونت فيكتور بتاع اللاين بتاعي اللي هو سي بي في ام بي. طب دلوقتي لاحظ ان اللاين ده اسمه عليه نقطه كمان دي، هو نفس اللاين. طب لو جبت اليونت فيكتور بتاع سي دي هو نفس اليونت فيكتور سي بي، هو مفيش فرق، يبقى ممكن اضربه في السي. طب انا نقطه دي موجوده عندي على اللاين، حتى لو انا بقول لك هات لي ام سي بي، بس لو نقطه دي موجوده على اللاين ممكن اجيب ايه؟ سي دي دوت ام دي، مع انه بس هنا اسمه سي بي وهنا سي دي عادي، ما دي نقطه موجوده على اللاين. ونفس الكلام ممكن سي دي في بي، مش لازم يعني مش لازم المسميات كلها ببعضها، ممكن ام بي دي في سي، اي كومباينيشن. يبقى المهم تكون النقطه اللي انا بجيب حواليها المومنت تكون نقطه على اللاين، وبضرب في اليونت فيكتور بتاع اللاين ده من اي نقطتين عليه. طبعا خد بالك من حاجه، ان ام سي وام بي بجيبهم بالطريقه العاديه اللي انا جبتها قبل كده، اللي هي عباره عن ايه؟ سي اي في اف وبي اي في اف ودي اي في اف، حيث نقطه ايه هي نقطه موجوده على فين؟ على الفورس فيكتور. تمام؟ وطبعا ده فيكتور طالع من سي لاي زي ما احنا كنا بنجيبه قبل كده. طبعا ام سي لا يساوي ام بي لا يساوي ام دي، حتى لو انت بتبدلهم فوق مكان بعض لاحظ ان كلهم مش متساويين، بس هيطلع لك نفس الام سي بي. طب انا لو عايز اعمل ام سي بقى دي صوره فيكتور هعمل ايه؟ اهو ده فيكتور دلوقتي، هضرب ام سي بي الرقم اللي انا جبته من فوق هنا في اليونت فيكتور تاني بتاع اللاين. ليه؟ لانك انت لو لاحظت ان انا لما طبقنا الرايت هاند رول لاحظ ان ام سي بي في اتجاه اللاين، يعني دايما في اتجاهه، فانت عشان تحولها لفيكتور بعمل ايه؟ بضرب ام سي بي اللي هو الرقم الماجنتيود اللي جبته في السي بي عادي، فيطلع لي ده سوليد فيكتور. يبقى ملخص الكلام ده اربع خطوات، لو انت حفظتهم هتعرف تجيب البتاع ده في ثانيه. حاول تكتبهم معايا كده لو انت بتكتب يعني، تمام؟ لو حفظتهم مش هتتعب. رقم واحد بجيب اليونت، بجيب المومنت بتاع الفورس اباوت بوينت على اللاين، يبقى ام بي بوينت على اللاين. بجيب اليونت فيكتور بتاع اللاين، بضرب واحد في اتنين دوت برودكت اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو ام بي في يو دوت برودكت. طبعا الترتيب مش هيفرق. طب خطوه رقم اربعه لو عايز اجيبه فيكتور، بضرب اللي طلع لي من ثلاثه في اتنين، يبقى كده طلع لي فيكتور. انت لو حفظت الرسمه دي كده او الكتابه اللي انا كتبتها دي، يبقى انت كده تقدر تحل المومنت اباوت لاين في ثانيه. يبقى الخطوات تاني نقولها عشان اجيب المومنت اباوت لاين او اكسس، بعمل ايه؟ بجيب المومنت بتاع الفورس اباوت بوينت على اللاين رقم اتنين، بضربها في اليونت فيكتور او بجيب اليونت فيكتور بتاع اللاين. خطوه رقم ثلاثه، بضرب المومنت بتاع البوينت دي في اليونت فيكتور بتاع اللاين. عايز اجيبه فيكتور، الخطوه رقم اربعه ان بضرب الماجنتيود اللي جبته بتاع المومنت بايت لاين في اليونت فيكتور تاني بتاع اللاين. طبعا في طريقه مختصره ممكن تعمل بيها الكلام ده اسمه ضرب الثلاثي. لا احبذها لو تفضل يعني لو انت مش شاطر قوي ايه في الضرب الثلاثي. ان انا ممكن اعمل ايه؟ اقول ان ام سي بي بيساوي سي بي دوت برودكت سي اي في كروس اف، لان هو ده نفسه الام سي. بفتح ديترمنت او مصفوفه اللي هي ماتريكس يعني، وبعمل ايه؟ بحط مركبات يو اكس يو واي يو زد اللي هي دي تعتبر الكومبوننتس بتاعت اليونت فيكتور بتاع سي بي. طب الثانيه ار اكس ار واي ار زد دي الكومبوننتس بتاعت سي اي، واف اكس اف واي اف زد دي الكومبوننتس بتاعت مين؟ الفورس. لاحظ ان البتاع ده لما تيجي تضربه في بعض هيطلع لك رقم في الاخر ماجنتيود، يبقى هو ده الماجنتيود بتاع اليونت فيكتور ام سي بي. تمام؟ المومنت فيكتور بتاع السي بي. في حد عنده مشكلة في الكلام ده قبل ما ادخل في الأمثلة؟ معلش يا دكتور، بس آخر سلايد. آخر سلايد، بص يا باشمهندس.
دلوقتي السي في ده انت دلوقتي بتضرب فيكتور ضد برودكت فيكتور تاني. طب الفيكتور التاني ده اصلا عبارة عن كروس برودكت ما بين اتنين فيكتورز مع بعض اللي هو سي اي في كروس اف اللي احنا قلنا عليها اللي هي فيكتور طالع من البوينت لنقطة على مين؟ على الفورس. تمام؟ تمام. دلوقتي لو انا عاوز اكتبهم كلهم ضربة واحدة بدل ما اجيب ده الاول واحسبه فكده اضربه في التاني بعمل ايه؟ بحط ديترمنت يو اكس يو واي يو زد بعد كده احط الصف الاولاني يعني ده الكومبوننتس بتاعت اليون فيكتور ده. طب الصف الثاني ار اكس ار واي ار زد دي الكومبوننت بتاعت سي اي. الصف الثالث اف اكس اف واي اف زد دي الكومبوننت بتاعت الفورس. دي لما تيجي تفكها عادي كانك بتفك الديترمنت عادي هتطلع لك مباشره. طبعا بس خد بالك في حاجه، انا لو في الامتحان بعمل ايه؟ بطلب منك الام سي الاول وادي لك درجتها بكده اطلب منك ام سي بي عشان انا اخليك تقدر تلم درجات. لانك انت لو عملت لي الحركه دي لو غلطت في اي رقم انت كده طيرت درجتين، درجه المومنت ودرجه المومنت الثاني، عشان كده الحركه دي لا تفضل. اما لو انت في امتحان ام سي كيو وانا طلبت المومنت حله زي ما انت عايز تحله بالطريقه دي مباشره ماشي، عايز تجيب المومنت الاول لوحده وبعد كده تضرب دوت برودكت دي لوحده مفيش مشكله كده كده الاثنين ايه واحد. بس دي الطريقه مختصره حلوه لو انت عايز تنجز في الوقت. وصلت يا باشمهندس كده؟ تمام شكرا. نعم دكتور لو سمحت. بس اتفضل او اتفضل. كل شويه بيتعمل لنا ريموف من الميتنج. مين اللي بيعمل لكم ريموف؟ ما حدش يقدر يطلع حد من الميتنج ده كل شويه، وانا واكتر من حد يعني. انا ما بقى انا انتوا دلوقتي شايفين الشاشه، انا ما بخرجش خالص ولا بعمل حد ريموف. لا هو بس يا شباب ما حدش يعمل ريموف. اتعملنا ريموف دلوقتي يا دكتور. ما كده حد بيهزر معاها، بس ازاي حد يعمل حد ريموف اصلا؟ الميتنج انا اللي فاتحه. هو عمال لي تعمل لنا يا دكتور كل خمس دقايق حرفيا ريموف مش عارف ايه. انا وانا بتكلم خربت اصلا. ايه؟ وانا بتكلم ما اتعمل لي ريموف. ده ممكن يكون النت بيفصل وبيرجع عندك، مش حد اللي بيعمل لي. عند 7 ولا عند 8 يا دكتور؟ ما بص يا شباب انا ممكن اعمل ديسيبل لكل حاجه ليكم واخليكم ما تعرفوش تعملوا اي حاجه، واخلي المحاضره كانها فيلم تلفزيوني. تمام، يعني كانكم مش موجودين. وخلي بالك من حاجه، اللي بيعمل ريموف ليكم انا ممكن اجيبه. ليه؟ لان انا بيجيب لي اكتيفيتي لوج. اكتيفيتي لوج ده اللي هو فاتح الميتنج بيقدر يعرف كل حاجه حصلت في كل ثانيه. يعني بيكتب لي ايه؟ فلان دخل في الدقيقه كذا، فلان خرج في الدقيقه كذا، فلان عمل ميوت، فلان عمل كونفرسيشن اتكلم لمده دقيقتين. هو طبعا قاعد ابص في 700 واحد لان بيعمل كل حاجه خطوه بيكتبها برقم، بس لو طلعتهم هعمل لهم ريموف الماده. اوكي، يعني اللي بيعمل ريموف لزمايله انا مش هعمل لك ريموف من الميتنج، انا هعمل لك ريموف للماده واحولك للتحقيق. فلا يعمل ريموف تاني لزميله وانا هقعد ادور على اسمه. شوف بقى التعب، ادور على اسمه في 700 كلمه مكتوبه هعمله ريموف للماده ومش هتراجع فيها. خلاص يا شباب، انا بحب الشغل الاطفال ده. انت راجل عاقل ومفروض دخلت كليه وخلاص بقى، اخرج من دور التلاميذ الهبل اللي هم بيقعدوا يعملوا فيديوهات وافلام على السبورات بتاعتهم. وطبعا اللي بيعمل في طلبه بيعملوا كيك للدكتور ويطلعوا من المحاضره. انا اللي هيطلع لنا محاضره مش هشرحها لكم، وامتحنكم فيها امتحان خليكم تعيدوا الماده تاني وتيجوا تحضروها تاني. انا مش بهددكم، ده عادي. انت تبقى عيل صغير؟ لا، احنا بنعرف رب العيال الصغيره كويس جدا. خلاص يا شباب، فلو حد عمل ريموف تاني هروح اجيب الكشف دلوقتي واعرضه قدامكم كلكم واطلع اسمه افضحه في الكليه، بعد كده احوله للتحقيق وهرفضه من الماده. خلاص، ادينا اتفقنا مع بعض. حد تاني عنده مشكله في اسئله في الماده ولا دكتور. اي حاجه؟ دكتور مع اذنك، اللي هي ام سي بي فيكتور دي اللي هي بتساوي ام سي ماجنيتيود دوت سي بي كاب. انا بس عايز اعرف دي جت ازاي او معناها ايه بالظبط؟ لا دي الاثباتات. انا دخلت فيها متاخر. الاثباتات مش مشكله. بص يا باشمهندس، الاثباتات مش عليكم، انا مش هسالك في الاثباتات ولا امتحنك فيها. ما حدش فينا بيسال الاثباتات خلاص، لان الامتحان بقى ام سي كيو صعب قوي. قال لك اثبت لي العلاقات دي، فانت تحفظها زي ما هي. عاوز تفسيرها ايه انا ممكن اقعد افسره لك، بس انت لا تستفيد منه حاجه ولا هتحفظه. انا بس عايز اعرف ايه سي بي كاب دي؟ بس دي اللي عايز اعرف. سي بي كاب دي افهمالك ماشي. اوكي، سي بي كاب دي اليونت فيكتور بتاع الفيكتور اسمه سي بي. مش انت عندك فيكتور اسمه سي بي اللي هو بوزيشن فيكتور؟
تمام. فانت دلوقتي عايز تجيب سي بي كاب. سي بي كاب عباره عن ايه؟ سي بي فيكتور نفسه اللي هو يمثل اللاين ده بقسمه على الماجنيتيود بتاع سي بي. طبعا سي بي ده يبقى مركبات بتاعته عباره عن ايه؟ ار اكس ار واي ار زد، وتقسمه على الماجنيتيود بتاعهم اللي هو روت ار اكس ار واي ار زد، هيطلع لك يعني كانه يونت فيكتور يعني صح؟ ما هو ده يونت فيكتور. ما انت لو حضرت اول محاضره عندك، لا بس اليونت فيكتور كان بيبقى قبليه حرف يو كده، بس ما خدتش بالي من الكاب دي. بس يا باشمهندس ارجع اول محاضره خالص، انا قلت لك كل طرق الكتابه بتاعتها. يعني انا قلت لك ان اليونت فيكتور يكتب يو كده كاب او يو سي بي، ممكن يكتب كده او ممكن يكتب سي بي كاب برضو. كل دي طرق كتبها لي، وفي كتب هتلاقي قديمه شويه بتكتبوا اي سي بي، يعني اللي هي اكتر من طريق كتابه. بس الجميله فيهم اللي هي سي بي كاب بتبقى مختصر، بدل ما تقعد تعمل سافكس وتضيع وقتك، تمام؟ بتكتب سي بي كاب وخلاص. تمام واصل. شكرا حضرتك يا دكتور. شكرا حضرتك دكتور. تمام. في اي اسئله في المكتب يا شباب؟ يا دكتور هي قاعده لازم يوم نادي ايه؟ قاعده لازم يوم نادي ما فهمتش منها حاجه. ما بس عايز اقول حاجه، انا مش مكسل اجاوبك. هي ملهاش لازمه، هي دي طريقه مختصره لان انت بتقدر تجيب بيها المومنت بمجرد النظر حوالين الرسمه، بس عاوزه شغل جيومتري عالي قوي ان انت تبقى عارف تجيب الريزوليوشن بتاعك. فانت لو مش فاهمها كده كده الكروس برودكت بتاعك بيطلع الاجابه بتاعتك على طول. يعني انت هنا كنا هنا عشان نعمل رايت هاند رول، كنا عايزين نعرف ان هو في اتجاه الاي. انت لو عملت الفيكتورز بتاعتك وضربتها زي دي كده هتلاقي ان هو طلع لك الفيكتور في الاي على طول مباشره، فانت مش محتاج تفهمها قوي. ممكن اشرحها لك في اخر محاضره لو انت محتاجه، بس انت لو مش فاهمها ما تستخدمهاش لانها خطر، لانك انت لو طبقتها غلط ممكن تطير لك المساله كلها. وخاصه ان احنا الاستخدام اللي جاي بعد كده عبال الايكوليبيوم، فانت المساله بيبقى عليها 15 16 درجه. فانت لو ابتديتها غلط بسبب الرايت هاند رول او اي خطوه غلط هتلاقي ال 15 كلهم طاروا بعد كده. فالطريقه دي اللي فاهمها يستخدمها، مش فاهمها ابعد عنها ملهاش لازمه. الطريقه الاساسيه بتاعتنا هي الكروس برودكت، تمام؟ ان انت تجيب المومنت بتاعك سي اي كروس اف. تمام تمام تمام. في حد في حد تاني عايز يسال يا شباب؟ دكتور هي الخطوه الثالثه اجيب المومنت بتاع ايه؟ المومنت بتاعك الخطوه رقم 3 دي المومنت اباوت اللاين نفسه اللي هي ام سي بي، بضرب 1 في 2 دوت برودكت. طبعا دوت برودكت ابدالي، يعني ام سي في يونت فيكتور او ده او ده مكان بعض ما فيش مشكله. رقم 4 بجيبه في سوليد فيكتور، بضرب رقم 3 اللي انا لسه جايبه في 2 تاني اللي هو اليونت فيكتور تاني. طبعا ده ضرب سكيلر، مش يعني ضرب كمي، اللي هو رقم ما ده رقم موجود في يونت فيكتور، فهتلاقي بتضرب في الاول في التاني في التالت كانك بتعمل فيكتور عادي. تمام وصلت؟ تمام يا دكتور. طب دكتور تاني معلش، دكتور خطوات تاني. ماشي ماشي اوكي. خطوه رقم 1 بجيب المومنت اباوت اني بوينت على اللاين، اي نقطه على اللاين، بس لازم تكون على اللاين حتى لو على امتداده مفيش مشكله. يعني دلوقتي لو اللاين دي بي ومددته لورا كده، يعني لو في نقطه اي هنا موجوده على اللاين ممكن اجيبها عادي. خطوه رقم 2 بجيب اليونت فيكتور بتاع اللاين اللي انا بجيب المومنت حواليه. طبعا انا هقول لك مين اللاين اللي انا عاوزه. خطوه رقم 3 بضرب 1 في 2 دوت برودكت. خطوه رقم 4 بضرب 3 اللي انا جبتها في رقم 2 تاني اللي هو اليونت فيكتور. تمام كده؟ ناخد مثال يا شباب. بيقول لك determine the moment m e b، خلي بالك ان هو حاطط لك m e bold يعني ده معناه ان هو فيكتور. produced by the force f يعني المومنت about line اسمه a b نتيجة force اسمها f which tends to، خلي بالك tends to يعني تنوي او بتحاول rotate the rod about the a b axis. تمام؟ فانت دلوقتي ال a b axis هو عندك اهو، هو ده المحور اللي تحت بتاعك. تمام؟ وادي الفورس اف بتاعتي. يبقى انا ايه الخطوات اللي انا عاوز اجيبها؟ بص يا شباب، خطوه رقم 1 عايز اعمل ايه؟ عاوز اجيب المومنت بتاعي اباوت بوينت، هختار نقطه ايه او اختار نقطه بي، الاثنين ينفعوا. ليه الاثنين ينفعوا؟ عشان النقطتين موجودين على، طبعا ممكن اجيب نقطه في النص هنا، اعمل ايه؟ هوصل ده كده واجيب النقطه اللي في النص. بس طبعا انت كده انسان مزعج لانك انت بتحاول تجيب نقطه مش موجوده وبتخلقه وبتضيع وقتك. فانت نقطتين عندك A و B. طبعا افضل اجيب نقطة مين؟ A. ليه نقطة A؟ لان احداثاته صفر صفر وصفر.
يبقى تسهل لي جدا العمليه. طب انا دلوقتي الفورس بتاعتي سي، الفورس بتاعتي اف بتاثر في نقطه مين؟ سي. يبقى دي النقطه بتاعت الافكت بتاعتي. طب الفورس فيكتور بتاع اف عباره عن ايه؟ تلاحظ ان هي نازله لتحت كده، يبقى الاتجاه بتاع ايه؟ جي. يبقى خطوه رقم واحد هجيب ام اي، تمام؟ فيكتور عباره عن ايه؟ اي سي كاب، اي سي فيكتور، اسف مش كاب، اسف ده فيكتور، كروس برودكت في اف. يبقى دلوقتي انا هطلع من نقطه اي اروح نقطه سي، كده جبت فيكتور اي. طب والاف عباره عن ايه عندي؟ ناقص 300 جي. دي خطوه رقم واحد. طب خطوه رقم اثنين، انا عاوز اليونت فيكتور بتاعي اي بي كاب. اشمعنى اخترت اي بي كاب؟ خلي بالك ان اي بي كاب بيساوي نيجاتيف بي اي كاب، هيطلع الاشاره عندك بالنيجاتيف. فانت خد بالك من حاجه، لو انا قلت لك اباوت اكسس اي بي يبقى انا عاوز اي بي كاب، لو قلت لك اباوت اكسس بي اي يبقى انا عاوز مين؟ بي اي كاب. يبقى انت بتحط اتجاه اليونت فيكتور بتاعك على حسب النقطتين اللي انا قلت لك عليهم، او زي ما انا كاتب هنا بقول لك ام اي بي. طالما اتفضل الاف الفورس زي جي مش هي موجن جي عشان هي معلش صح كي صح لتحت انا معلش بس يا شباب نيجاتيف كي هي بصه مع كي المحور كي تمام. فانت دلوقتي عندك اهو كده جبت المومنت بتاعك. طب دلوقتي انا عاوز مين؟ اي بي كاب. هجيبه اي بي كاب ازاي؟ هجيب احداثات بي ناقص اي طبعا اللي هي كوردينيتس بتاع البي. انا دلوقتي بقول لك اختصار الخطوات وبعد كده هنشوفها بالتفصيل دلوقتي. يبقى انا هجيب بي فيكتور على بي ماجنيتيود او بي ايه ماجنيتيود بتاعه، تمام. طب خطوه رقم 3 هضرب الام اي بتاعتي دوت برودكت في اي بي كاب، هيطلع لي المين؟ هيطلع لي الام اي بي كرقم. طب خطوه رقم 4 عشان احوله فيكتور، اضرب الرقم اللي انا جبته اللي هو ام اي بي كاب هنا في اي بي تاني اللي انا لسه جايبه فوق. فانت تعتبر الحاجتين الوحيده اللي انت بتحسبه ام اي واي بي والباقي كله بيجي. تعال نشوف بقى الخطوات اللي احنا هنمشيها. الراجل هو بيحب يختصر جدا، يعمل ايه؟ بيحب يختصر يضربهم كلهم في بعض مره واحده. براحتك انت عايز تعمل كده ماشي. طب دلوقتي انا عاوز ايه؟ اول حاجه انا عاوز اجيب اليونت فيكتور بتاع اي بي، تمام؟ لاحظ ان اي بي نقطه الاي تعتبر الاورجن، فيعتبر اي بي كاب هو نفس اليونت فيكتور بتاع بي. اهي لاحظ ان الاي اورجن، فيعتبر اليونت فيكتور بتاع بي هو نفس اليونت فيكتور بتاع مين؟ اي بي. الاثنين واحد. عباره عن ايه؟ هجيب احداثيات نقطه بي. احداثيات نقطه بي هجيبها ازاي؟ همشي من اي واطلع لبي، تمام؟ بالشكل ده كده. فانا همشي في البوست في اكس اكسس واطلع في الواي اكسس، فتلاقي لي 0.4 0.2 جي واقسمه على الماجنتيود، يبقى كده تلاقي ده اليونت فيكتور بتاع مين؟ بي. فيكتور ار از دايركتد فروم اني بوينت اون ذا اي بي اكسس، تمام؟ طب دلوقتي انا عاوز اي نقطه عليه تو اني بوينت اون ذا لاين اوف اكشن اوف ذا فورس. فور اكزامبل ذا بوزيشن فيكتور ار سي، ليه اخترت بوزيشن فيكتور ار سي؟ يعتبر ده هو الفيكتور من نقطه اي نقطة سي. نقطة A موجودة على الفورس ونقطة سي موجودة فين؟ على الفورس برضو. يعني آسف، نقطة A موجودة على اللاين ونقطة سي موجودة فين؟ على الفورس. طب ممكن اختار نقطة دي، نقطة دي فين؟ نقطة دي هتقول يا دكتور ما فيش نقطة دي، لا في نقطة دي، نقطة دي اللي هنا دي. هتقول لي طب ما الفورس ما تمرش بيها، لا يا ذكي، ما انت لو مديت خط عمل القوة دي نقطة دي هتكون تحت هنا. تمام؟ يبقى معناها ان دي نقطه على الفرصه ولا لا؟ موجوده، يبقى انت ممكن تاخد الفيكتور اللي تحت بدل ما تاخد الفيكتور اللي فوق. بس طبعا نقطه دي عاوزه الاذكياء بس ان هم ياخدوا بالهم ان نقطه دي بتقطع المحور من هنا. طب انا ممكن اخد نقطه تاني؟ ممكن اخد نقطه هنا. اي نقطه موجوده في اللاين ده تنفع، يعني ممكن اقول نقطه هنا دي ازود 2 هنا 0.2، يبقى الفيكتور بتاعه عباره عن ايه؟ الاحداثيات بتاعت 0.5 و0.6 ينفع؟ ينفع، النقطه دي موجوده على اللاين بتاعي. بس طبعا ما تخلقش نقطه رخمه، النقطه كل ما تبقى عندك اصفار كتير يبقى كل ما يكون عندك احسن، تمام؟
دلوقتي الار دي بتاعتك دي انت كده هتختارها، ممكن تختار مين برضو ار بي سي، ممكن تختار ار بي دي، ممكن تختار اي نقطتين انت عاوزها، بس احنا هنختار نقطه دي لان نقطه دي ايه نقطه سهله ولذيذه. تمام. طب دلوقتي نيجي فين؟ ادي عملنا الفورس بتاعتنا في الكي. دلوقتي نعمل ام اي بي، احط اليونت فيكتور بتاع يو بي، الاقي الكومبوننت بتاعته الاولى ادي بتاعت اي ودي جي وما فيهوش كي، يبقى كي احطها بزيرو، ما سيبش العمود فاضي، بحطه بزيرو طالما الكوردينات الثالث مش موجود بحط بزيرو. طب ار دي، ار دي الاقي ان هو كان موجود فين؟ في الاي، يبقى احط الاولى والاثنين الثانيين بزيرو. طب الفورس بتاعت اف هلاقيها في كي، يبقى احط ده بزيرو وده بزيرو. طبعا الفيكتور ده كنت ممكن تفكه بثانيه لو فكيت من النقطه دي، تمام، كنت هتضرب ده بزيرو وده بده، بدل ما تقعد تفكه زي ما العبيد ده عامل كده، هو عادي يفكها واحده واحده، لا انت ممكن تفكه من الصف الثالث وتخلص، تضرب ده في ده وده في ده، يبقى كده انت ضربت بزيرو وتخلص. او ممكن تعمله بالكالكوليتر مفيش مشكله، او ممكن تضربهم كلهم ورا بعضهم، يعني تعمل ده في ده وتضربه بطريقه الاي جي كي اللي انا شرحتها لكم المره اللي فاتت، تمام، ده ده في ده في ده، تمام. طب انا لو عايز احطه بقى في سوليد فيكتور اعمل ايه؟ هقول فيكتور ام اي بي بيساوي الرقم اللي انا جبته حالا اهو مضروب في اليو بي تاني، اليو بي اللي هو الفيكتور اللي انا لسه اللي هو انا جبته بتاع اليونت فيكتور، تمام. كده يبقى انت خلصت الاجابه اللي انت عاوزها. طبعا لو المساله دي عاوز تعملها تشيك تعمل ايه؟ ممكن تجيب المومنت عند نقطه بي، يعني تجيب المومنت اباوت بوينت بي وتضربه في اليونت فيكتور بتاع بي وهتشوف ان تطلع لك نفس الاجابه. فعشان كده احنا كنا في الامتحانات الطالب اللي بيغلط في المومنت ده بنقصه جامد. ليه بنقصه جامد؟ عشان هو كان ممكن يعمل تشيك وممكن يجيب المساله باكتر من طريقه، فهو لو يطلع اجابه واحده غلط يبقى كده حرام عليه. ليه؟ لان هو كان ممكن يحلها بطريقه ثانيه ويتاكد من اجابته. وعلى فكره كان الطالب اللي بيجيب لي الاجابه واحده غلط وواحده صح كنت بشطب له على الغلط وادي له درجه صح حتى لو الثانيه كان عاكد فيها، مش هو حل الحل صح خلاص هو ده اللي وصل له، مع انها فكره غلط اصلا، بس انا كنت بمشيها له لان هو يعتبر راجل كافح مرتين واحده منهم طلعت صح. تمام. حد عنده مشكله في المساله دي يا شباب؟ اه دكتور معلش يا بوينت دي، بوينت دي بس حضرتك جبتها ازاي؟ معلش عشان كان عندي ديلي بس. ماشي بص يا باشمهندس انا هضفرك بس الدنيا هنا عشان تشوفها تاني، تمام. بص يا شباب احنا قلنا ان احنا عاوزين بوينت على اللاين اوف اكشن بتاع الفورس. طب الفورس بتاعتي ماشيه كده مش ده اللاين اوف اكشن بتاعها، تمام، بتقطع نقطه اكس فين؟ في النقطه دي، هسمي النقطه دي نقطه دي. يبقى نقطة دي نقطة موجودة على الفرصة ولا لأ؟ موجودة على الفرصة. وإحداثياتها إيه هي؟ 0 0 أو آسف 0.6 0 0. يبقى أنا كده قدرت أجيب نقطة دي موجودة على line of action الفرصة ولا لأ؟ آه. طبعًا لو أنت مش واخد بالك وجبت السي هي هي الإجابة بتطلع بالظبط، بس الدي أسهل شوية وأوفر في الوقت. وصلت؟ فهمتها؟ تمام يا دكتور فهمتها شكرًا. معلش يا دكتور هو الخطوه الرابعه كانت ايه؟ بنعمل ايه في الخطوه الرابعه؟ باخد الماجنيتيود بتاع الفورس اللي انا المومنت بتاعتي اللي هي المومنت اباوت لاين اللي طلعتها في 3 بضربها في اليونت فيكتور تاني بتاع 2 اللي هي اللي حصلت هنا. مش انا دلوقتي هو طالب منك الفيكتور بتاعك بتاع ام اي بي، تمام؟ فانت هتعمل ايه؟ هتاخده ادي الرقم اهو اللي انت لسه جايبه اهو، مش ده كان ماجنيتيود؟ بضربه في يو بي. يو بي ده اللي هو كان عباره عن ايه عندنا؟ اي بي كاب اللي هو اليونت فيكتور بتاع اللاين. تمام شكرا يا دكتور. هيطلع لك بص في سوليد فيكتور اي جي كي. دكتور احنا ازاي جبنا؟ اتفضلي. احنا ليه حطينا اف ايكوال نيجاتيف 300 كي؟ ليه حطينا الكي؟ ما هو دلوقتي ده لسه زميلك مصلحها لي اصلا. مش احنا دلوقتي بص هنا مش الفورس دي اهي الفورس بتاعتي اف اهي موازيه للزد موازيه ليها ايوه اهو يبقى في اتجاه كي بس اتجاه السهم بتاعها عكس اتجاه الزد يبقى بحطها بيه اشاره نيجاتيف يبقى الفيكتور بتاعي 300 موازيه لكي وموجوده فين؟ في النيجاتيف زد. طب انا دلوقتي ممكن كنت احسبها بطريقه ثانيه ممكن اجيب احداثيات نقطه سي واحداثيات نقطه بي اللي هي دي اللي تحت دي واطرح الدي من سي واضربها في الاف بس طبعا دي طريقه مطوله ملهاش لازمه لانك انت كده كده اصلا بمجرد النظر عارف اتجاه الاف. وصلت؟ اه ايوه خلاص.
بس يا شباب بلغ determines the magnitude of the moment force F about segment. segment يعني قطاع أو قطعة صغيرة of the pipe OA. يعني أنت عندك البايب OA هي أنت عايز تجيب الفورس F دي moment حواليها about the line ده. طبعا خلي بالك أنت لو في الهندسة وشفت الابليكيشن صحية الفورس دي معناها هنا ممكن تعمل إيه؟ ممكن تلف في الـ OA تمام؟ يعني ممكن يعني أنت لو شفتها كده هتلاقي الـ O دي بتتعسر شوية. طب احنا عايزين بقى نشوف العسرة دي او التويستنج ده بيجي ازاي. اول حاجة بقى خطوات الحل بتاعتنا ايه؟ رقم واحد صدقني لو مشيت على الخطوات انا بقولك عليها دي مش هتلاقيها موجودة في كتاب ولا في اي حتة انا اللي عاملهم اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة دي. فانت لو فهمتهم مش هتغلط ابدا. واحد اجيب الفورس بتاعتي المومنت بتاعي about point. يبقى انا اول خطوة عاوز اعملها ايه؟ عاوز الفورس دي في سوليد فيكتور. الفورس دي في سوليد فيكتور عبارة عن ايه؟ عبارة عن سي دي كاب مضروب في 300 اللي هو الماجنتيود في اليونت فيكتور. يبقى انا محتاج اجيب احداثيات دي واحداثيات سي واطرح الاثنين من بعض واجيب لهم اليونت فيكتور واضربهم في 300 يبقى كده جبت الفورس بتاعتي اف. عاوز اجيب المومنت اباوت بوينت على اللاين. ممكن اختار نقطه او ممكن اختار نقطه ايه براحتي بس مين الافضل هنا؟ الاو لان الاو الاورجن. طب انا عاوز نقطه على الفورس هل اختار السي ولا دي؟ براحتي بس طبعا اللي واضح جدا ان الميل الاسهل نقطة الدي. يبقى انا اختار نقطة الدي. يبقى انا دلوقتي عشان اجيب المومنت بتاعي هعمل ايه؟ هجيب اليونت فيكتور بتاع اللاين او اي. تمام؟ اليونت فيكتور بتاع او اي اللي هو يعتبر اللاين بتاعي يعتبر هو معلش ايه؟ دكتور اتفضل. هو الصوت عندي بيقطع ممكن يعني كلمة كلمة؟ ماشي دلوقتي او ايه ده او فيكتور الاوكي عباره عن ايه؟ ار اي على ماجنيتيود الاي. تمام؟ هيطلع لك ده اليونت فيكتور. اليونت فيكتور ده بتاع مين؟ بتاع اللاين بتاعي او اي اللي هو اللي تحت ده. تمام؟ طب دلوقتي انا عاوز مين؟ انا عاوز بوزيشن فيكتور لنقطه على الفورس لنقطه على اللاين لنقطه على الفورس. فانا اخترت الاو دي. دي نقطة على اللاين ودي نقطة على الفورس. طبعا بمجرد النظر ممكن تجيبهم ان انت تطلع من الاو تروح للدي. دائما نفسك مشيت نص في الكي ونص في الاكس اللي هي عندك ايه؟ نص اتنين نص اي ونص كي. تمام؟ وادي الفورس بتاعتي. الفورس بتاعتي كفيكتور عبارة عن ار سي دي على ار سي دي. ده طبعا الفيكتور ده ماجنيتيود والماجنيتيود نفسه. طبعا انت تقدر تجيب احداثيات النقط دي بسهوله يعني تقدر تحلها احنا خلاص اتدربنا عليها المره اللي فاتت. فهتطلع لك اليونت الفيكتور بتاع اف في سوليد فيكتور. وصلت؟ نفتح بقى الديترمنت اللي احنا عارفينه. خد بالك ان الديترمنت بتاعك هيطلع لك ماجنيتيود. فدلوقتي اليو او اي عندك الاولى في الاي الثانيه في الجي الثالثه بزيرو عشان ما عندوش كي. الفيكتور الثاني كان نص زيرو نص. خلي بالك ده ماشي اي كي مفيش جي يبقى جي بزيرو. فانت خد بالك من حاجه عشان ما تتلخبطش عشان في ناس كتير قوي يعني بيغلطوا هنا يقول لك نص ونص المساله طارت. ولو اكوليبريم او اتزان اللي احنا هناخده ان شاء الله المحاضره الجايه المساله خلاص كده براحت منك. تمام؟ يبقى والتحت ده الفورس. طبعا الديترمنت ده ممكن تفكه بالكالكوليتر يعني تفك بالكالكوليتر تعمله اناليسيس او تعمله بايديك مفيش مشكله. يطلع لك 100 نيوتن متر. دي اليونت بتاعت ايه؟ المومنت اباوت لاين. يبقى انت كده قدرت تجيب ايه؟ مومنت اباوت لاين. طبعا بما اني ما طلبتوش فيكتور هنا انا قلت لك هات لي المومنت بس وقلت لك هات لي الماجنتيود مش محتاج ان انت تعمل خطوه رقم اربعه. الخطوه رقم اربعه مالهاش لازمه. تمام؟ في حد عنده مشكله في المساله دي يا شباب؟ دكتور هي ار او دي هي اختصار لايه؟ ار او ار او دي ار او دي اختصار لللاين لللاين دي او ار او دي ده اللاين او دي. تمام اللي هو لاين طالع من النقطه راح للفورس. تمام اتفضل. هو احنا عملنا او اي ليه ما عملناش اي او او اي ليه؟ عشان هو الراجل مسميه لك فوق او اي هو اللي طالب اللاين كده. اه تمام شكرا. دكتور يا دكتور الصوت بيقطع عندي جامد فمش سامع حاجه. ما هو كده النت عندك ضعيف. ما هو ده مشكله نت عندك.
الصوت بيقطع يبقى النت ضعيف. حاولي يعني حاولي تقربي اللابتوب او الموبايل من الراوتر هتسمع الصوت احلى. اتفضل يا باشمهندس الكباسي. ممكن تعيد المساله لو سمحت؟ المساله كلها اللي ايوه دكتور ما كنت سامع يعني. ماشي هو كده كده هنعمل مثال كمان ممكن يعني ماشي عادي مفيش مشكله على الاقل كله يبقى فاهم. بص يا شباب دلوقتي طالب منك الماجنتيود بتاع مومنت اوف فورس اف اباوت سيجمنت او اي. سيجمنت او اي يبقى هو القطعه مسميها لك او اي هو اللي طالبها كده. هجيب الفورس بتاعتك في سوليد فيكتور ازاي؟ عندي نقطه دي وعندي نقطه سي دي احدثيات نقطتين على الفورس. يبقى انا كده اجيب الفورس في سوليد ماجنتيود في يونت فيكتور بتاع اللاين. طب الخطوه رقم 2 هختار نقطه على اللاين اجيب المومنت حواليها من نقطه على مين؟ على الفورس. يبقى انا هطلع نقطه من الفيكتور طالع من النقطه اللي بجيب حواليها مومنت النقطة على الفورس بتاعتي. فأنا اخترت نقطة او دي تمام؟ اخترت نقطة او عشان احداثاتها قليلة ونقطة دي عشان موجودة على الفورس فيكتور بتاعتي. هضرب الاتنين مع بعض دوت برودكت في بعض اهو. بضربهم ازاي دوت برودكت في بعض؟ بضربهم ان انا بعمل ايه؟ نص او في نص ده اللي هو اليونت فيكتور بتاع الاو دي بتاعتي تمام؟ بمشي من او اروح للدي. طب دلوقتي الفيكتور بتاعي اللي هو عباره عن ايه؟ كده جبت الفيكتور ده هضربهم في بعض دوت برودكت مباشره بحط اليونت فيكتور بتاع الاو اي اللي هو بتاع اللاين وبحط الار او دي اللي هو بتاع الفيكتور وبحط الفورس بتاعتي اللي انا لسه جايبها هنا. طبعا دي هتبقى معادله ديتيرمنت بيطلع رقم. طبعا خد بالك من حاجه ار او دي بيساوي عشان تبقى فاهم بس الفرق بيساوي ار دي سلاش او اللي هي دي ويز ريسبكت تو هو نفسه او دي مباشره. يبقى انا لو كتبت لك فيكتور او دي هو نفسه ار او دي من غير سلاش هو نفسه مين؟ ار دي سلاش او. بس هتلاقي لما تيجي تكبر وتلاقي 90% من الكتب اللي في العالم بتكتب كده. الوحيد الكتاب اللي في الارض كلها بيكتب ار او دي اللي هو نفس الفيكتور او دي هو كتاب هبلر اللي بيكتب الترتيب ده. كل الكتب بتكتب ريلاتيف فيكتور دي سلاش او لان هي المعنى بتاعه اسمه فيكتور دي او نقطه دي ويز ريسبكت تو او والسلاش دي اللي هي ويز ريسبكت تو. لانك انت لو كتبت ار او دي ما انا اكتب او دي على طول واخلص ما هو هو ايه لازمه ار تمام. فالثلاثه دول واحد عشان لو بصيت في اي كتاب او اي حاجه فتحته ما تتلخبطش ما بينهم. لانك انت معظم الكتب هتلاقيها بتكتب كده اللي هي الحركه دي ار دي سلاش او عشان كده بحاول اكتبها لك دايما في الحل بتاعي. عايز تختصر وتكتب او دي اللي هو الفيكتور نفسه ما فيش مشكله. هو ده كده مش بوزيشن فيكتور ده اسمه فيكتور عادي بس احنا تغاضيا بنسميه هو ده ايه البوزيشن فيكتور وخلاص تمام. دي مشكله كده يا باشمهندس قلت لك المساله تاني كلها وكمان بالمره اللي كنا اي حد كان بيسال على حاجه فيه. يا شباب في حاجه بقى تانية هندخل عليها اسمها مومنت اوف كابل. تمام يا دكتور. مومنت اوف كابل خد بالك الكابل مش اللي هم الاصحاب مع بعض دول او الاثنين مع بعض. الكابل ده اللي هو عزم ازدواج. طب ايه العزم الازدواج ده؟ طبعا انتوا خدتوه قبل كده بس اخدته بصوره مبسطه. احنا هناخده بقى في الفراغ في 3 دي حاجه اكبر بقى وحاجه ايه افخم يعني. بيقول لك ايه موت اوف كابل يقول لك اني تو ايكوال فورسز فيكتورز. خد بالك احنا كبرنا بقى وبنتكلم على الفيكتورز اللي هي متجهات. تو ايكوال فيكتورز يبقى الماجنتيود بتاعهم واحد والدايركشن واحد بتاعهم بس اوبزيت ان دايركشن. يبقى الفرق الوحيد اللي ما بينهم ايه اشاره النيجاتيف. يعني دلوقتي الفيكتور ده باصص اخوه بيساويه باصص في الاتجاه الثاني يبقى الفرق ما بينهم ايه نيجاتيف. نوت ان ذا سيم لاين اهم شرط الاثنين ما ينطبقوش على نفس اللاين مش كولينير تمام. كان ميك ا كابل اي اثنين بيحققوا الشروط دول بيعملوا الكابل. طب الكابل بكتبه ازاي؟ بكتبه بطريقه من الطرق اللي جايه دي كلها. ممكن اسميه سي اللي هو كابل. في ناس بتكتبه ام كابل. في ناس بتسميه ام بس. ليه بسميه ام بس؟ لانه في ميزه ان المومنت بتاعه اباوت نقطه او هو نفس المومنت بتاعه اباوت نقطه سي هو نفس المومنت بتاعه اباوت اني بوينت. فانا ممكن اشيل خالص الرموز اللي تحت واسميه ام دايركت. فانت ممكن تسميه اي حاجه ممكن تساوي ده
بص يا شباب، طب دلوقتي الكابل ده بحسبه ازاي؟ خد بالك من حجم الاثنين. لو انا جبت مومنت اباوت او، بص خلي بالك ادي مومنت اباوت او، دي نقطه في الفراغ مش لازم الاورجن، اي نقطه، يبقى انا هضرب الار بي في اف، صح؟ اللي هو او بي كروس اف زائد او اي كروس ماينس اف. خلي بالك من حاجه، من دلوقتي المومنت اباوت او هو الريزلت بتاع التو فورسز دول مع بعض. طب انا لو بصيت كده الاحظ ان الاف كومن فاكتور، لو طلعتها يبقى اطرح او بي ناقص او اي، او بي ناقص او اي اللي هو فيكتور مين؟ اي بي. يبقى انا لو طلعت الاف بتاعتي هلاقيها انها عباره عن اي بي كروس اف. طب لو طلعت الماينس اف كومن فاكتور يبقى بي اي كروس اف. طب لاحظ حاجه، لو انت خدت بالك اي بي كروس اف، نقطه اي موجوده فين؟ على النقطه فورس ماينس اف. طب نقطه بي موجوده على مين؟ على فورس اف. طب احنا كنا عارفين قاعده، لو فيكتور طلع من نقطه رايح لنقطه على الفورس يبقى ده معناه ان هو المومنت بتاع الفورس دي اباوت اني نقطه؟ نقطه بي او نقطه اي هنا. يبقى ده كده معناه ايه؟ بص بقى اسمع الكلمه دي وافهمها. انا في كلمات بحب اقولها انا في المحاضره ما بكتبهاش عشان اللي يحضر المحاضره بس اللي يستفيد منها. هي المومنت بتاع الكابل هو المومنت بتاع اني فورس بتكون الكابل ده about the other force. يعني ايه؟ يعني انا بجيب المومنت بتاع الفورس دي عن على نقطه موجوده على الفورس التانيه. يعني لو بجيب الفورس دي على نيجاتيف اف يبقى بختار نقطه على نيجاتيف اف وبجيب المومنت بتاع الفورس اف اللي هي العاديه من كده نيجاتيف حواليها، والعكس صحيح، يعني ممكن اجيب النيجاتيف اف واجيب الفورس بتاعتها مين؟ بي اي. يبقى ده اختصار الكابل. يبقى انا لو عايز اجيب الكابل بتاعي بجيبه بطريقتين، واحده من الاثنين، يا اما بجيب المومنت اباوت اني بوينت في الرسمه، خد بالك بالكلام اللي بقوله ده مهم جدا، بجيب المومنت اباوت اني بوينت في الرسمه هيطلع لي هو نفسه الكابل، بس شرط ان تكون الفورسز كلها بتحقق القانون اللي فوق ده، تمام؟ طب انا دلوقتي لو او اجيب فورس منه اباوت الفورس الثانيه، يبقى انا كده جبت ايه؟ المومنت بتاع اباوت كابل. طب الماجنتيود بتاع الكابل ده ممكن اجيبه مباشره؟ اه اقدر اجيبه مباشره. ازاي؟ اف اف دي، ايه الدي دي؟ دي اقصر مسافه ما بين الفورس فيكتور والفورس فيكتور الثاني، اقصر مسافه اللي هي المسافه العموديه. طب انا عايز اجيب اتجاه الكابل بتاعي ده مجرد النظر، بستخدم الرايت هاند رول، بحط ايديا سيفت يد ما بين الفورسين والفف ايديا اليمنى، اتجاه الابهام بتاعي هو يبقى اتجاه المومنت. الحركة دي ممكن توفر لي كتير جدا وقت في المسائل، خاصة لو من مسألة سهلة. بص يا شباب هشرح لكم حاجة على جنب كده، اللي فهمها فهمها، اللي ما فهمهاش مش مشكلة. كده كده انت ممكن تستخدم طريقة الفيكتورز وتخلص. بص يا شباب، لو عندي شكل كده، وعندي الاكسس بتوعهم، طبعا هيبقى الورا ده هنا دوتد، يعني يعتبر ده كانه شريحه مثلث جبنه كده او ايه، نص متوازي مستطيلات، تمام؟ وده الاكس وادي الواي وادي الزد. ممكن استغل طريقه الرايت هاند رول واحسب بقى كابلز في ثانيه. بس يا شباب لو عندي دلوقتي ادي الفورس الاولانيه اهي، عندي اتنين فورسز كده اهو، دي فورس كده دي فورس كده، تمام؟ طبعا خد بالك ان هما كونسايد مع اللاين ده، بس انا هعملهم بعاد عشان تشوفهم. ممكن اغير لك اللون بتاعهم، خليهم لونين تانيين احسن. ادي اتنين ازرق، دي الفورس دي باصه يمين ودي باصه شمال، تمام؟ دي 100 ودي 100. لاحظ حاجة، الفورس دي بتساوي الفورس دي، الاتنين موازيين لبعض، الاتنين عكس بعض في اتجاه، يبقى يقدروا يعملوا كابل ما بين بعض. طب لو عندي مثلث ده 3 5 أو خليها 3 4 5،
او 3 4 واحنا هنحسب ان دي تبقى 5. يبقى البعد العمودي ما بين الاثنين دول عباره عن ايه؟ 5. يبقى الماجنتيود بتاع الكابل بتاع الاثنين دول اللي هو السي بيساوي كام؟ 100 في 5 يبقى بيساوي كام؟ 500. طب انا دلوقتي جبته كماجنتيود عايز احسبه كفيكتور. عايز حاجه، لو طبقنا الرايت هاند رول بتاعتنا هلاقي الفيكتور طالع لبره كده، عمودي على المستوى ده. مش احنا قلنا الرايت هاند رول لو طبقتها كده حط ايديك على المية ولففها وطلع السم بتاعك هيطلع لك ده اسمه ايه؟ ام بتاع الكابل بتاع الاثنين دول. طب انا دلوقتي طالع كده في الهواء احلله ازاي؟ عايز الزاويه دي اسمها سيتا. سيتا جايه ازاي؟ تان ماينس 1 4 على 3 او عندك الخمسه ممكن تجيبها بالكالكوليتر ممكن تسيبها زي ما هي. لو بصيت من هنا تمام هلاقي عند المثلث عامل كده اهو صح كده، والزاويه دي سيتا، ولاحظ ان ده عمودي عليه بالشكل ده، يبقى الزاويه دي كمان ايه؟ سيتا. يبقى انا لو عملت ريزوليوشن للمقابل ده هلاقي ان الاتجاه ده ام ساين سيتا واتجاه ده ايه؟ ام كوزين سيتا. طب لاحظ حاجه، الدايركشن ده مع مين؟ مع الاكس. يبقى الكومبوننت الاولانيه تبقى 500 ساين سيتا في اتجاه مين؟ الار. طب الكومبوننت الثانيه عباره عن ايه؟ 500 كوزين سيتا في اتجاه مين؟ الكي. يبقى انت كده قدرت تجيب الفيكتور بتاعك بتاع المومنت اللي هو الكابل بتاعك ده من غير ما تحسب ايه؟ من غير ما تقعد تحسب الفيكتور ده والفيكتور ده وتقعد تضربه في بعض. طب لو عندي فورسين كده او فورس زي دي كده هنا ايه؟ فورس تانية كده تمام؟ دي بصة لتحت او دي بصة لفوق خليها لتحت، دي بصة لفوق تمام؟ دي لو بخمسين ودي بخمسين يبقى الكابل الجديد ده بكام؟ الكابل ده هيبقى بكام؟ بمية وخمسين اللي هي 50 في 3. طب اتجاهه ازاي؟ طب الرايت هاند رول هتلاقي اتجاه الصنب بتاعك عكس الجي، يبقى ده نيجاتيف ايه؟ جي. يبقى انت جبت الفيكتور بتاعك بمجرد النظر. طب انتوا بقى هسألكوا سؤال، انتوا بقى هتقولي الكابل بتاع الفورسز دي الفورس والفورس الثانية 20 والفورس دي 30 والفورس دي 30، اللي الثلاثينات موازية للإكس ودي رايحة يمين ايه والتانية شمال او عكس الإكس ودي مع الإكس، ودي طالعة لفوق ونزل تحت. وليهم حصلت القابل دي كام؟ ستين مع اتجاه الواي جي. ماشي، دي اول واحدة اللي هي واحد قالك ستين في اتجاه نيجاتيف جي فكده نيجاتيف جي. طب التانية تلاتين في اربعة اللي هي مية وعشرين ناقص الستين، لا ده النتيجة كلها تبقى ستين في جي. ستين في جي ما انت خلي بالك انت كله ستين في جي تمام كده صح، ما انت كده ده الاجابة الصح لان واحدة عكس التانية، واحدة مع الجي واحدة مع نيجاتيف جي. يبقى كده انه دكتور انا مش فاهم. مش فاهم ايه؟ مش فاهم الاتجاه بنجيبه ازاي في الاخر، يعني في اتجاه جي او نيجاتيف ما طبقها ازاي؟ اي بص اي مع بتحط ايديك في النص ما بين التو فورس ازاي؟ بتحط السيف يد ما بين الاثنين، فاكر اللي هو لما قلنا هنا بتحط ازاي سيف يد ده؟ ايه بتحط ايديك كده وتلفف من فرس للتانية. يعني انت دلوقتي حطيت ايديك سيف يد ما بينهم اهو وخليت صوابعي كانت صوابعي المفروضه الاول مع الاف النيجاتيف اف ولففها ناحيه الاف، ممكن تحطها الناحيه التانية برضو، ممكن تحط ايديك سيف يد مقلوبه كده ناحيه الاف دي وتلففها. اتجاه السم بتاعك هو ده المومنت، هيبقى عمودي على المستوى اللي فيه الاثنين فورسز مع بعض. مش انت اي اثنين خط مستقيم في الكون طالما مش منطبقين على بعض بيكونوا مستوى، الكلام ده انت خدته قبل كده. تبقى العمود على المستوى ده هو مين؟ اللي هو الكابل بتاعك تمام؟ لا احنا في الرسم هسه في الكابل بتاعك. فانت دلوقتي الكابل بتاعك اهو هنا اهو عمودي
على المستوى ده تمام؟ عمودي عليها وطلع لفوق. عمودي على أي مستوى؟ أو المستوى الجميل اللي تحت ده تمام؟ على المستوى الأخضر ده تمام. طب دلوقتي لو بصيت عليه من الجنب كده خلي بالك المنهج ده هيبقى أسهل شوية لما تيجي تبتدي تدخل فيه في الديزاين. دلوقتي أدي الام اهو مش ده أنا جبته كده عمودي على المستوى ده. لو بصيت من هنا هشوف إيه؟ مثلث. شوف المثلث اللي على الجنب ده، المثلث اللي على الجنب ده أبعاده كام؟ 4 3. يبقى زاوية سيتا اللي تحت دي أقدر أجيبها ولا ما أقدرش أجيبها؟ أقدر أجيبها. طب سيتا بالقوانين بتاعة الجيومتري هي نفسها ما بين الأفق اللي هو الزد والمومنت بتاعي، فأقدر أعمله ريزوليوشن. طب دلوقتي أدي الإكس بتاعتي هنا أهي وأدي الكي هنا تمام؟ يبقى أنا لو عملت ريزوليوشن تبقى عندي كومبوننت كده موازية للأي، ولو عملت ريزوليوشن هنا يبقى عندي مركبه موازية للزد. الكومبوننت دي جت منين؟ كوزين سيتا أهي دي في كي، والتانية اللي تحت دي إيه؟ ساين سيتا. طب الماجنتيود جبته منين؟ الفورسين في البعد العمودي اللي ما بينهم، البعد العمودي اللي ما بينهم اللي هو الميم الخط المائل اللي هنا. طبعا القاعده دي ممكن تطبقها على اي اثنين فورسز مع بعضهم. طب انا هسيب لكم فرصه عشان تشوفوا التحليل، اعملوا الفورس دي. فورس هنا سؤال في الـ اتفضل. في الفورس اللي هي الزرقاء دي قول اتفضل يا معلم. انا عرفت ازاي ان هي في الاكس اكس زد بلين مش مثلا طالعه بره شويه او داخله لا ما انا قلت لك ان هي منطبقه على اللاين ده، منطبقه على اللاين ده، يعني الاثنين دول منطبقين على بعض، فهي باصه في الجي والثانيه باصه في الجي برضه. ده رسمه سي دي. نعم الازرق، الخط الازرق اهو، الخط الازرق ده اللي بكلمك عليه وهو موازي للجي اهو، وده موازي للجي، فالاثنين نفس اللاين والاثنين منطبقين على بعض. يعني انا بعده سنه بس عشان تشوفه، يعني هو المفروض اللاين الازرق ده يبقى عامل كده، يبقى منطبق على دي بالظبط، على الخط ده بالظبط تمام، بس عشان انت تقدر تشوفه فانا بعده سنه تمام. تمام فهما كده على الجي فتبقى تطلع تانيه بيربنديكولر فتبقى على الاكس زد تمام. فانت لو انت كنت ضربتها كروس برودكت هتلاحظ ان واحده جي والبوزيشن فيكتور ما بينهم اي وكي، فتلاقي جي في اي طلعت لك الكي والاي في كي طلعت لك الاي، فهي بتبقى مع جي قصدي في الكي طلعت لك الاي، هتلاقي طلعت لك نفس الفيكتور ده بالظبط لو انت ضربت الكروس برودكت مع بعض. وصلت؟ تمام ماشي شكرا. طبعا ليك مطلق الحريه تحل باي طريقه، عايز تحل بالطريقه دي ماشي، عايز تحل بطريقه الفيكتورز ماشي. طبعا خد بالك من حاجه، في ان الكابل ما يفرقش مع الفورسز اللي فيه، ممكن يكون الفورس بتاعتك 30 والبعد 4 من 10 والفورس 30، هي نفس الكابل بتاع الفورس 40 والمسافه 3 من 10 والفورس الثاني 40، لاحظ ان هما الاثنين ابو ايه 120 متر اللي هي تبقى 3 من 10 تبقى ايه 12، يبقى هي يبقى انت لو ممكن لو لفيت بايديك بس خلي بالك من حاجه، لما الطاره كبرت الفرصه اللي انت احتجتها قليله 30، لما الطاره صغرت احتجت فرصه اكبر. عشان كده لما تلاقي لما تيجي ماسوره كبيره ولا حاجه تلاقي مدي لك طاره عملاقه، ليه؟ عشان يقلل لك الفرصه اللي انت محتاجها، بيعوض الكابل بالمسافه ما بين الاثنين فورسز بتوعك الدراعي. طبعا لو لفيت بايد واحده، لو انت شاطر لفيت بايد واحده الطاره دي هتحتاج فرصه شكلها كام؟ تختار فرصة 60. ليه فرصة 60؟ عشان تقدر تضربها في الاربعة من عشرة، ساعتها مش هتبقى اربعة من عشرة، هتبقى 0.2 عشان تقدر ترجع تاني لل 12، لكن انت دلوقتي الدراع اللي تحت ده اتلغى، فانت القابل ده بيوفر لك كتير جدا فرصة انت محتاجة تلف فيها الحاجة تمام؟ واكبر مثال عندك اللي هو عجلة الدكسيون بتاعت الاتوبيس او العربية، هتلاقي ان انت عندك بتعمل ايه؟ تلف الدكسيون ازاي؟ بدراعاتك الاثنين، فرصة رايحة وفرصة جاية. لو بتلفف بدراع واحد هتلاقي التكسيون تقيل معاك جدا وبيتعبك، فانت بتستخدم ايديك الاثنين مع بعض. طبعا لو الاثنين فورسز طالعين لفوق كده الدكسيون عمره ما يلف. ليه عمره ما يلف؟ عشان الاثنين دول عمرهم ما يقدروا يعملوا كابل. دي هتلاقي عاملة مومنت والتانية عاملة مومنت، لو النقطة في النص هتلاقي المومنت ده بيساوي ده وعكس بعضه، فيطلع لك المومنت بكام؟ بزيرو. فانت الكابل لازم يكون فورسز عكس بعض. تمام؟
ناخد مثال على قبل ده. دلوقتي بيقول لك ايه determine the resultant قبل. طبعا في الامتحان مش هقول لك هات لي resultant قبل طبعا. هقول لك هات لي المومنت about point B مثلا. تمام؟ عشان اشوفك انت مصحصح وفهم ولا لا. Of the three couples. طبعا مش هقول لك three couples. هقول لك of the forces axis. طبعا ده عشان راجل طيب كاتب لك كده. ليه انا مش هقول لك الكلام ده؟ لكن انت لو خدت بالك من حاجة. المومنت about B. لو كل الفورسز دول كابلز خد بالك من حاجه لو كل الفورسز دي كابلز يبقى معناه ان هما بيعملوا لي كابل كبير جدا هو هو المومنت اباوت اني بوينت. يبقى انا لو جبت الكابل اللي هو السي بتاعتي او الام بتاعتي هو نفس المومنت اباوت ايه هو نفس المومنت اباوت بي هو نفس المومنت اباوت دي هو نفس المومنت اباوت اي نقطه موجوده على الرسمه. فانت لو طالب مصحصح ومركز مش محتاج تقعد تحسب المومنت اكتر من مره. يعني ممكن اجيبها في امتحان اقول لك احسب لي ام بي وام سي وام اي وانا مدي لك كل الفورسز بكام بكابل. انا راجل طيب المساله دي تتحل في جزء بالثانيه لانك انت هتحلها مره واحده والباقي كله نفس الاجابه. طب انت لو طالب مش مصحصح ومش واخد بالك هتقعد تحسب المومنت بتاع الفورس دي اباوت البي والفورس دي اباوت البي والفورس دي اباوت البي والفورس دي اباوت البي والفورس دي اباوت بي والفورس دي اباوت بي تلاقي نفسك بقالك ساعه ما تحل في المساله دي وبعد ما تخلصها تقوم رايح جايب المومنت اباوت ايه المومنت اباوت ايه المومنت اباوت ايه تلاقي نفسك دخلت في مشوار والمساله بتتحل في دقيقه. انا بحب جدا ما اعملش مسائل طويله بحب المسائل الذكيه اللي هو الطالب المصحصح يحلها في جزء بالثانيه. تمام؟ فاحنا هنلاحظ ايه ان اف 1 مع اف 1 هنا دي كابل واف 3 مع اف 3 اللي هنا كابل واف 2 مع اف 2 هنا كابل. ممكن احسبهم مجرد النظر بقى. اف 3 بتلف في اي اتجاه في الاتجاه ده يبقى الاتجاه بتاع ده ايه كلوك وايز يبقى شرط المومنت او الكابل اللي هيطلع لي ايه نيجاتيف قيمته كام 300 في 5 ليه ده البعد العمودي اللي ما بينهم. طب اف 2 لاحظ ان اف 2 برضو بتلف ايه كلوك وايز اف 2 او اسف اف 1 اللي تحت اف 1 بتلف ايه كلوك وايز ده عبارة عن ايه؟ 200 في 4 يبقى ب 800. فالاقي الفورس بتاعت اف 2 بقى بتلف العكس ده بالرايت هاند رول يبقى اتجاه ايه؟ كاونتر كلوك وايز قيمتها كام؟ 450 في 3. يبقى انا لو حملتهم بقى ارقام هلاقي ناس 200 في 4 دي الفورس الاولانيه عشان بتلف كلوك وايز. طب الثانيه 405 بوصف ليه؟ عشان هي كاونتر كلوك وايز ودي كلوك وايز. هيطلع لي النيجاتيف هو الغالب يبقى معناه ان الكابل بتاعي اللي هو الريزلتات اللي في الاخر خلي بالك كل دول فيكتورز او خليهم ماجنتيود مش هتفرق. تمام؟ بيلف ازاي؟ بيلف كلوك وايز. يبقى انت حسبت المساله دي في قد ايه؟ في سطر. تخيل بقى لو انت ما خدتش بالك ان دول كابلز كان ايه اللي هيحصل معاك؟ كان زمانك المساله دي بقى لك ساعه بتحلي فيها. خد بالك من حاجه مش شرط تعمل الحركه اللي انا قلت عليها دي لو كلهم كابلز. بص يا باشمهندس انت لو عندك حفله مكتوب فيها كابلز قال لك ان كل اللي كله كابلز ولد وبنت ولد وبنت ولد وبنت فانت ممكن تعمل ايه يبقى معناه المحصله اللي جوه كابلز عدد الولاد عدد البنات. فانت لو عندك فورسز بالشكل ده كده اهو كابل الاولاني ده كابل بعد كده ادي كابل كمان وادي قبل كمان وادي قبل رابع. لو انا خدت بالي ان كل دول كابلز يبقى المحصله هتكون ايه كابل كل واحد هيلاقي واحد يقدر ايه يبقى معاه يرقص معاه في الحفله يعني. تمام؟ يبقى انا دلوقتي لو قلت لك هات لي المومنت اباوت A هو نفس المومنت اباوت B هو نفس المومنت اباوت C لو حسبت الكابلز مره واحده. تمام؟ طب انا حطيت لك فورس يتيمه كده واحد سنجل دخل الحفله. تمام؟ هل الاقي له حد يقف معاه؟ مش هلاقي له حد يقف معاه. هل معناه ان انا كده الكابلز اللي جوه باظوا؟ لا الكابلز اللي جوه ما باظوش. يبقى انا لو طلبت المومنت اباوت A تمام؟ هعمل ايه؟ هحسب الكابل عادي بتاعي هحسب الكابل بتاعي عادي اللي هو سي هحسبه مره بس لما اجي احسب ام ايه بقى هعمل ايه
اقول ام اي بتساوي سي بتاعت الكابلز كلهم زائد الفورس اف اليتيمة اللي هو السنجل اللي دخل ده ولتكن بيأثر في نقطة اي زائد اي كروس اف. طب لو طلبت منك المومنت اباوت بي السي حسبتها خلاص مرة هنزلها تاني هي هي زائد مين زائد بي اي كروس اف يبقى انت كده وفرت وقت كبير جدا ان انت بعد ما تقعد تحسب اكتر من مرة انت جبت الكابل مرة واحدة. يبقى انت لو عندك 63 كابلز ممكن تحسبه كلهم مع بعض وتسميهم كابل كبير سمي سي واحد مثلا وتفضل تجمعه على اي مومنت بتاع فرصة تانية يتيمة حتى لو في فرصة كمان زودها بس انت كده وفرت كبير وقت كبير ايه بالفورسز بتاعتك اللي هي الكابلز. يعني انت حفظت الحفلة بتاعتك وكله عمال يرقص والراجل اللي هو السنجل ده رميته على الترابيزة لوحده كده على جنب كل مرة ايه تحسبه لوحده. خلاص يا شباب فهمتوا الموضوع ده؟ فانت مش شرط عشان تجيب كابل سيستم ان يكون كل الفورسز كابل، لا عادي ممكن تحسب الكابل لوحده وتجيب الفورسز كلها ايه لوحدها. تمام؟ طبعا لو حليت المسألة دي بالفيكتورز ربنا معاك هي الحل هيبقى صح بس ممكن تقعد يوم مثلا بتحل فيها. فانت الكابلز سيستم ده بيوفر لك وقت كتير جدا. تمام يا شباب حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ هو دكتور هو انا عملتها ام بي على طول ولقيت الفورسز اللي على نفس الخط بتاع النقطة دي فتبقى لي 2 فورس بس وطلعت معايا عادي. مين قالك ان هم 2 فورس بس؟ طب الفورس دي افاك هتطلع لك 4 فورس 1 2 3 4 لو انت جبت حوالين بي دي اللي هتطير ودي اللي هتطير بس. اه تمام شفت بقى ما انا بقول لك ركز فيها. ونقطة دي هتطير فورسين بس اللي هم الاثنين اللي واقفين فيها وهتجيب الاربعة الباقيين. ها؟ هو لو حضرتك قلت ان هو مش هيقول كابلز في الامتحان وكده طب انا لو شايف الفورسز كابلز يعني انا شايفهم كابلز وهم قالش اتعامل ان هم كابلز ولا لازم اثبتها؟ اه كابلز طبعا ما لسه قايل لك ما انت واحنا وانا لازم اقول لك على كل حاجه. خلي بالك من حاجه بس يا باشمهندس انت دلوقتي في امتحان ام سي كيو فامتحان ام سي كيو في ميزه اعمل ما بدالك شوف الإجابة تجيبها بأي طريقة أنت عاوزها. فأنت لو مصحصح واخد بالك هتكتشفها لوحدك. أما أنت ممكن الطالب ممكن الدكتور على فكرة يبقى طيب معاك ويقولك هات لي كابل مومنت ويعرفك إن هو كابل. بس ده بنسبة 90% محدش بيعمل كده. لأن أنا قلت لك إن هما كابلز يبقى أنا كده مش بمتحنك في حاجة ده المسألة تتحل في ثانية. أنا عاوز أشوف الطالب اللي مصحصح وفاهم دول كابلز وحل المسألة في سطر من الطالب اللي مش مصحصح وعمال يجيب المومنت حوالين كل نقطة لوحدها. يا سلام بقى لو قلت له هات لي السي جي بتاع الشكل ده ان شاء الله ممكن تاخده جيومتري سي جي ولا كانت السي جي بتاع الشكل ده وقالت لي الفورسز دي كلها حواليه يا لهوي تلاقي الطالب طالع عينه عمال يحسب في السي جي وعمال يحسب كل فيكتور لوحده ممكن المساله دي تاخد منه مثلا نص ساعه وهي بتتحل في سطر. تمام لكن انت هتجيب المومنت مره واحده بتاع الكابلز وكل المساله تخلص. يعني ممكن اجيب لك المساله دي في امتحان اقول لك هات لي السي جي وقالت لي المومنت حواليه فانت طبعا هتقعد تحسب الدراع ده والدراع ده والدراع ده والدراع ده تلاقي نفسك دخلت في ليلة وتقعد تدعي علينا وهو المسألة كلها بتتحل في سطر. فاخد بالك المعلومات بتاعت الكابل دي انا عاوزك تبقى في مخك على طول تدخل تدور سيستم كابل ولا لا ما يتقول بحل ممكن تلاقي فرصين مع بعض كابل خلاص يبقى اعملهم كابل وما تحسبهمش تاني يعني كل مرة تاخدهم كده زي ما هما مجموعة تحطهم في المسألة. وصلت؟ تمام شكرا دكتور. هي دكتور ايه السي جي دي؟ لا لسه هتدرسوها ما تقلقش لسه ما خدتوهاش ده اخر محاضره خالص في المنهج. تمام بس انا بعرفك من دلوقتي خلي بالك من حاجه انا بقول لك كل افكار المسائل حتى قبل ما تيجي عشان لما تجيلك ما تتصدمش ان انت لسه عايز ترجع لورا. فتخلي بالك في مخيلتك كده اكتب ان ممكن تجيب المومنت اباوت سي جي اكتبها عندك في الكراسه دي هتفيدك جدا في اخر المنهج. تمام يعني لسه ما درستهاش ما تخافش ما تخافش. هو دكتور الميدترم برضه بيبقى ام سي كيو؟ والله بص هو الكوردينيتور بتاعنا لسه ما قالناش حاجه على الميد تيرم انا مش عارف ليه لغايه دلوقتي بس غالبا بنسبه 99% ام سي كيو يعني. تمام يعني اللي بيحدد الحركه دي اللي هو اقدم دكتور فينا اللي هو الكوردينيتور بس هو لسه ما قالناش حاجه هيجيبه ميد يعني يجيبه ام سي كيو ولا لا. فانا مش عايز اقول لك معلومه يعني اطلع لك جمله ترجع بعد كده تتغير فهي بس الاحتمال كبير ان هي ام سي كيو. لو الدكتور قال فكره تانية خلاها اونلاين هو براحته هو الكوردينيتور احنا بنمشي وراه. تمام تمام شكرا يا دكتور. بص يا شباب تعال نبص بقى للمساله الجميله دي طالب منك ايه
determines the couple moment. طبعا انا مش هقول لك ان هو couple. acting on the bite show. segment AB is directed 30 degree below XY. هو اظن اللاين ده نزل تحت 30 degree. طبعا لو طالب قلت لك هات لي moment about O. سيبك من كلمة couple دي. انا دلوقتي بحل لك المسألة بايه؟ كأن انا اللي امتحنك. يعني انا بحاول اقول لك المثال مش زي ما الكتاب كاتبه خلاص ونخلص. احنا مش بنعمل تلاوة للسلايدز. انا بعلمك وبفهمك انت هتمتحن ازاي وايه المطلوب منك وبتحل المساله ازاي. وانا كنت اسيبك السلايدز تقعد تقراها مع نفسك. فانت افهم اللي انا بقوله لك عشان ده اللي انا بحطها اسئلتي بقولها في المحاضره. اي طالب بيسمع محاضرتي بيجيب الدرجه النهائيه في المحاضره لو سمع. طبعا لو ما سمعهاش ربنا معايا بقى، لان يعني الافكار بتاعتي بتبقى تقيله شويه. دلوقتي لو قلت لك هات لي مومنت ابوت او، طب لو طالب مش مصحصح ان الفورس دي والفورس دي بيعملوا كابل مع بعض، لاحظ الاثنين متوازيين بيوازيوا زد والاثنين اتجاههم عكس بعض والاثنين نفس المقدار. لما خدش باله كان هيجيب الفورس دي اباوت او والفورس دي اباوت او، وكان هيجيب الكوردينيت بتاعت بي ويحسب اثنين مومنت مع بعض كروس برودكت ويجمعهم مع بعض عشان يجيب الام او. ومغلس عليه بقى واقول له هات لي كمان عندي اي هنا. طبعا لو هو بقى جاهل خالص هيعمل ايه؟ هيقوم جايب هنا اباوت الاي والبي هنا تاني ويقعد يعيد المساله كلها من الاول، وهي تتحل في سطرين. ايه السطرين دول؟ لاحظ ان الفورس دي والفورس دي البعد العمودي ما بينهم اهو. البعد العمودي عباره عن ايه؟ 6 كوزين 30. الماجنتيود بتاعهم كام؟ 25. طبق الرايت هاند رول الاتجاه بتاعهم شيء. يبقى المومنت بتاعك او الكابل بتاعك اباوت او اللي هو نفسه اي هو نفسه سي، كل دول واحد بيساوي كام؟ بيساوي 25 في 6 كوزين 30 في اتجاه الجي من ساعة حالة فدي في سطر. لو انت بقى مش مصحصح وعارف طريقة الرايت هاند رول وفهمت تطبقها ازاي، المسألة دي تاخد منك مثلا 10 دقايق ولا حاجة. فانت ممكن تلاقي امتحان ام سي كيو كله كده، المسألة تتحل في سطر، بس انت لو قعدت تحلها بجد ومش واخد بالك تلاقي نفسك حليت ربع الامتحان والباقي لا. وتشتكي بالوقت، انت الشكوى مش بالوقت، الشكوى ان انت مش فاهم انت بتحل ايه واحنا عاوزين منك ايه. فالمسألة اهي سطر واحد اهو، ثلاث مطاليب بتحل في سطر واحد. هتبقى بالنيجاتيف؟ بالنيجاتيف صح، انت عندك حق، هي نيجاتيف. ادي اول واحد اتعلم اهو الحمد لله، نيجاتيف جي، كلامك صح يا باشمهندس. نيجاتيف جي، لانك انت طبقت الرايت هاند رول لجوه تبقى بالنيجاتيف فور. كده بقى اطمنت عليكم، طالما حد عدل عليا في المحاضره يبقى كده اطمنت ان انتوا بداتوا تفهموا. تمام؟ يبقى هتبقى نيجاتيف جي. يعني هما بيلف، لو لفيت هيلف لف كده. فالتسامبا يبقى داخل جوه. تمام؟ فانت كلهم جبت كم مطلوب؟ واحد اثنين ثلاثة. انا ممكن اجي لك في الامتحان ام سي كيو اقول لك هات لي ام او وام سي او ام اي. طبعا تلاقي الطالب عمال يحل وعمال يضيع وقت وهم كلهم الاثنين نفس اللي تشوز. ممكن اقول لك بقى ام اي وام بي بقى واقعد احفل عليك، وكل السؤال ده خمس درجات كلهم في اجابه واحده وفي سطر واحد. تمام؟ وصلت يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ طب دلوقتي لو انا حليتها بالفيكتورز، بص بقى الراجل موريه. هو انا مش القوه الاولانيه بتاثر في A والثانيه بتاثر في B؟ مش ده البعد العمودي كده ما بينهم؟ ليه انا ضربتها في كوزين 30؟ معلش مش فاهمها خالص. ما بص لو بصيت من هنا يا باشمهندس، اهي ادي الفورس دي كده وادي الفورس دي كده. تمام؟ ودي نقطه A وB عامله كده. ده ازاي بعد العمودي؟ ده مايل، بعد العمودي فوق اهو. والزاويه دي كام؟ 30. يبقى البعد العمودي دي اهو مش اي بي. البعد العمودي يكون عمودي على الاثنين، يعني الانجل بتاعته مع الاثنين 90. لاحظ الانجل مع ده هنا 60 مع الثاني 60. يبقى ازاي يبقى بربنديكولر؟ يبقى البربنديكولر اي بي دي. يبقى اي دي اهو. وصلت؟ تمام شكرا. دكتور معلش، هو ايه الجي اللي مكتوبه دي؟ انا مش قادر افهمها. يعني ليه احنا كتبنا 25 كوزين 30 في اتجاه الجي؟ ما انا لسه شرحها لك هنا اهي. انت كنتش معانا هنا ولا ايه؟ في الرسمه اللي كانت فاتت هنا، مش انا قلت لك كنت عامل مثلث كده، كنت حاطط لك اتنين فورسز فوق بعض كده وقلت لك احسبها، قلت لك الاتجاه بتاعهم هيجي ازاي؟ اهو هيبقى جي. لو اللفه بتاعتك بالرايت هاند رول لفت كده اتجاه السمب بتاعك هيبقى مع الاتجاه العكس الواي، يبقى الاتجاه ده ايه؟ نيجاتيف جي. بس كده. تمام وصلت؟ وصلت يا دكتور شكرا. طبعا بص شكل بقى لو انت حلتها بالفيكتورز، بص المنظر
هتقعد تكتب وتجيب فيكتور ار اي وار بي وتعمل ده فيكتور وده فيكتور وتقعد تحسبهم بعض وطلع في الاخر ايه نيجاتيف 130 جي اللي احنا لسه قايلين عليه هنا ما كوزين كوزين 30 في 25 هتلاقي طلعت حوالي 130 كده تمام هي طلعت معاك في الجزء من الثانيه طبعا ممكن كنت تعمل ايه تجيب المومنت بتاع دي اباوت البوينت الثانيه هي هي يعني انت دلوقتي المومنت او قبل عباره عن ار اي بي ار اي بي دي اللي هو عباره عن ايه الفورس ال 25 اباوت بوينت بي في الفورس واحده منهم هيطلع لك نفس الاجابه يبقى انت ممكن تجيب المومنت اباوت اني بوينت في المكان هنا جاب ام او يعني دي بتساوي ام او وده ام من فورس على الثانيه اللي هي تعتبر ام بي هي هي هتلاقي كلهم نفس الاجابه بس انت لو الرسمه غلسه شويه يعني انت مثلا لو الفورس دي كانت مايله كده تمام قدامك حل بالاثنين يا تجيب العمودي وتعمله هو الريزوليوشن بعد ما تحسبه يا اما تعملها ريزوليوشن مرتين وتحسب كل واحد لوحده فاهم الكلمه يعني انت ممكن تحللها مره كده ومره كده وتجيب مومنت الاول بتاع الاثنين قبل دول ومومنت بتاع الاثنين قبل التانيين وتحسبهم هتلاقي واحد في كي واحد في الاي في الواي او تحلل المومنت اللي انت طلعته او تحسبها فيكتورز لو لقيت الفيكتور رخم ولازم تحلله في 3 دي ثلاثي يبقى اعملها فيكتور زخرس تمام حتى لو هو قابل تمام طب في حل كمان اللي هو بتاعنا اللي احنا قلنا عليه ممكن تحلها بالرايت هاند رول وتلف ايديك او لفه الابهام ايه عشان لو حد كان عايز يشوف شكلها ايه اهي بتحط ايديك ممكن تحط كف ايديك سيف يد كده على البعد العمودي ما بينهم وتلفف ناحيه اي فرصه من الاثنين مع لفه اي فرصه من الاثنين يعني دلوقتي اللفه دي لفه مع الفرصه دي يبقى اتجاه الصنب بتاعك باصص عكس الواي يبقى نيجاتيف جي تمام وانت كده بحلتها في ايه في جزء من السنة وصلت يا شباب في حد عنده اي اسئله في المحاضره دي او المحاضره اللي فاتت او اي محاضره من اول منهج دكتور لو سمحت وانا كنت ممكن اخد المومنت حوالين اي نقطه مثلا A او B وابقى حذفت واحده فيهم والثانيه بقى اضربها ما هو ما انا لسه قايلها اهي اهي لسه قايلها هنا اهي ما دي اسمها ام بي اهي جبت حوالين دي ولغيت الثانيه مفيش مشكله ما ده يعتبر مومنت بتاع فورس اباوت الفورس الثانيه طالما لغيتها ماشي مفيش مشكله عادي معلش يا دكتور شكرا يا دكتور معلش يا دكتور اللي هو نقطه الجي بس اللي هي سالب 130 في اتجاه الجي مش نيجاتيف ولا بوزيتيف ليه اهي رايت هاند رول ده بص لتحت ولو طبقت ايديك اليمين هتبقى البرمه بالشكل ده فاتجاه الصنب بتاعك باصص مع الواي ولا عكسه عكس الواي يبقى هو نيجاتيف جي لو الصنب بتاعك باصص الناحيه الثانيه يعني الرسمه دي معكوسه كده والصنب طالع لبره كده يبقى اتبقى ده مع الجي بس كده تمام وصلت ولا لسه باشمهندس هو كده المحاضره خلصت هو دكتور الاول ما تقولش باشمهندس انا دكتور انا اسف ولا ايه هو المحاضره خلصت اللي عاوز يخرج يخرج ما فيش مشكله اللي عاوز يسال او اي حاجه يقدر يقعد ما فيش مشكله شكرا طب دكتور معلش هو في باشمهندس سال الاول معلش ماشي كده بعد كده باشمهندس اتفضل باشمهندس اللي بس هو انا ازاي كنت بحلل قوتين مش عموديين على بعض يعني القوة ازاي كنت بحللها في اتجاهين مش عموديين على بعض لا ما دي لك هنا دي سيبك منها خلاص كان في سؤال عليها لازم ليك اه ايه اتفضل كان في سؤال عليها في الكتاب معرفتوش لا ما انا قلت لك خلاص سيبك منها كده كده حدش بيستخدمها خالص هي ليها استخدامات فيزيائيه ملهاش لازمه سيبك منها طالما ما تفهمتش محدش يعني ما فيش حد من الدكاتره عارف يوصلها للطلبه فسيبك منها خلاص ماشي شكرا لك دكتور بعدين هي دي يا دكتور اللي هي الاف نورمال طب دكتور معلش هو ايه اليونتس اللي بتتحول عشان حضرتك قلتها المره اللي فاتت بس انا معلش ما كتبتهاش ماشي هكتبها لكم على جنب بس يا شباب احنا عندنا اتنين سيستم يونتس تمام عندك اس اي يونتس وعندك السيستم الامريكي تمام اللي هو امريكان تمام اول حاجه الفورسز نيوتن والتانية باوند ال بي طب لو جات لك ال بي ما تحولش حاجه طب المسافه هنا متر وهنا فيت فلو جالك انش بتحولها لفيت جالك سنتيمتر بتحولها لمتر
تمام؟ طبعا سنتيمتر او مليمتر، يعني الاثنين بتحولهم لمتر. طب عندك طب ايه؟ احول من انش الفيت ازاي يا دكتور؟ انش الفيت بتقسم على 12، بتنسى الكالكوليتر بتاعتك بتقدر تحولهم كلهم، تمام؟ يعني انش ده صغير، يعني انت عندك الكالكوليتر هتلاقي فيها حاجه اسمها كونفرت، بتحول لك اي حاجه في اي حاجه، تمام؟ طب عندك ايه كمان؟ عندك هنا الجي، الجي بتاعتك، الجي هنا عباره عن ايه؟ 9.8 متر بير سكند سكوير. هنا عندك عباره عن ايه؟ 32.2 فيت بير سكند سكوير. يبقى انت لازم تحول لها، يبقى انت لو عندك انش لازم تحوله فيت عشان تقدر تستخدم دي. طب الكتله بتاعتك هنا كيلو جرام، لو عندك طن عندك جرام بتحولهم لكيلو جرام. هنا اسمها سلج، يبقى الكتله هنا اسمها سلج، الباوند مش كتله، الباوند نيوتن يعادل فورس، يعني دي فورس. يبقى انت عندك الفورسز بتاعتك ايه؟ نيوتن متر 9.8 كيلو جرام، هنا باوند فيت 32.2 سلج. يعني بجيب السلج ازاي؟ بقسم الباوند ده على ال 32 عشان اعرف اجيب السلج. طب لو عايز اجيب الباوند بضرب السلج في ال 32، لو جالي انش بحول الفيت. الفيت ممكن يكتب بطريقه ثانيه، ممكن يكتب لك 12 شرطه كده، ده يبقى فيت. لو كتبت لك 12 وعليها شرطتين يبقى اسمه انش، بحوله الفيت ازاي؟ بقسم على 12 يطلع لك 1 فيت. وصل كده خلاص؟ تمام يا باشمهندسه كده؟ تمام يا دكتور، شكرا. اللي كان عايز يسال بعديها بقى اتفضل. ايوه يا باشمهندس. ايوه يا دكتور، معلش. معلش انا عايز اعرف احل منين، لان المرجع شويه بيتوه. يعني المرجع بيتوه، ما تحل، ما احنا مديلك خريطه مسائل حلتها. ما انا دخلت لقيت الموضوع تايه كده، مش عارف احدد الاسئله اساسا. ما احنا منزلك خطه منهج، هتلاقي في خطه موجوده على ال ام اس موجود فيها المسائل اللي انت مطالب بيها. هتلاقي في مسائل كده في المحاضره ومسائل في السكشن، حل دول. خلصتهم يعني، لو لحقت تخلصهم يعني قول لنا واحنا نقول لك مسائل تانية، مفيش مشكله. ممكن اقول لك على حاجات كتير ممكن تجيب منها مسائل، بس خلص دول الاساسيين بتوعك عشان ما تتوهش. تمام، شكرا. دكتور معلش دكتور، الباشمهندس الاول معلش اتفضل. معلش يا دكتور، هي المسائل دي في ال ام اس متنزله فيها؟ في خطه منهج محطوطه لك في ال ام اس. وخدوا بالكم من حاجه بس انا نسيت انبهكم عليها، ان المحاضره اللي جايه السنجل فورس والاكويفالنت ملغي، احنا ندخل في الاكوليبريم. تمام، يعني في حاجه اسمها تلاقي كده محاضره شابتر 4 اللي هو السنجل فورس والاكويفالنت ملغيين، فما حدش يذاكره. احنا المحاضره الجايه ان شاء الله هتبقى اكوليبريم. تمام، والمسائل كلها موجوده عندك على ال ام اس. معرفش الدكتور بقى عدلها وحط الارقام الجديده ولا لا، بس هي القديم موجود معاك ما عدا الشابتر 4 ملغي. تمام، شكرا. اتفضل يا باشمهندس. كان نفس السؤال، شكرا حضرتك. ماشي ده كويس دكتور. السؤال بس معلش، هو في اول حته خالص اللي هي المومنت على اللاين، متلخبط في البوينتس اللي بقدر احددها على الحته. يعني ما تتلخبطش في حاجه، انت بتختارها براحتك اي نقطه. بص يا باشمهندس، بتختار نقطتين، نقطه على اللاين ونقطه على الفورس، وتجيب المومنت ما بينهم، بعد كده تعمل يونت فيكتور. فانت مش براحتك اختار اي تو بوينتس. يعني انت لو عندك مساله زي دي كده عايز تختار نقطة B اختارها، عايز تختار نقطة A تختارها، عايز تختار نقطة في النص براحتك. والفورس نفس الكلام، عايز تختار نقطة C تختارها، عايز تختار نقطة D تختارها براحتك. يبقى انت بتختار النقطة دي مطلق الحرية دي. بس يفضل، بص بقى القاعدة، يفضل يكون فيها اصفار كتير، كل ما تزيد الاصفار طيب. وصلت؟ وصلت كده تمام. يبقى هو البوينتس كلها على اللاين او على الفورس، مفيش بوينتس تانية غير؟ لا، بوينت على اللاين مع بوينت على الفورس. ايوه، يعني مفيش حاجه تانية. تمام، في اسئله تانية يا شباب؟ دكتور اتفضل. هو في اخر مساله في الكابل، لما اجي احل بطريقه الكابل ممكن اعرف اجيب الاي او الجي او الكي من غير الطريقه بتاعه الرايت هاند رول؟ ما في طريقتين اهو الراجل كاتبهم، حلها فيكتورز عاديه. نعم، لو انا عايز احل بالكابل مش بالطريقه الطويله دي.
دي بفورس منهم على الفورس التانية. اهو يعني دلوقتي حسبت مين، جبت الفورس بتاعت الاف اللي هنا دي اللي عند الاي، جبت المومنت بتاعها اباوت البوينت بتاعت بي، يبقى انا كده طيرت الفورس دي وخلاص، وهي هي بتساوي المومنت اباوت اني بوينت تانية. يبقى انت عارفه ان هو قابل ومن غير رايت هاند رول وتلخبطي نفسك ضربتي. بص ايه اي جي يعني اي كي في كي، طبعا الضربه دي سهله يعني دي بزيرو دي بزيرو يبقى ليك اي في كي وخلصت. تمام يعني دي طريقه سهله برضو يعني دي رقم اتنين. تمام تمام دكتور معلش حضرتك هو ممكن اعتبر رايت هاند رول دي اللي هي البريمه؟ اه اللي هي الطريقه البريميه. اه هي دي اسمها الطريقه البريميه اصلا. تمام شكرا لحضرتك. دكتور معلش يا دكتور اللي هي ال ام سي بي ايكوال سي بي كاب دوت سي اي كروس اف. مالها؟ تمام هو انا مش ممكن اجيبها بطريقه تانية؟ ال ام سي بي مش جيبها بطريقه تانية انت عاوز اللي هي تبقى سي بي دوت ام سي صح؟ اه اللي هي المنفصل تفصل دي عندي. تمام وده غالبا يعني اللي هيحصلك في الامتحان، لان انا هطلب الام سي وهذا هدي لها عليها درجه، واطلب منك بقى كده ام سي بي هدي لك عليها درجه، فانا كده هتضطر تقسمها كده كده. تمام يعني هي دي مجمعهم على طول لكن هي دي الاصل. دي التجميعه كلها على بعضها في خطوه واحده. عايز تعملها كده انا عمري ما عملتها كده، انا في حياتي كلها عمرها ما استخدمتها كده. بجيب ده الاول بعد كده احسب ده الاول. تمام شكرا دكتور. اتفضل. هل عندنا أسئلة تانية يا شباب؟ ممكن تانية يا دكتور رايت هاند رول معلش. رايت هاند رول تاني. بص يا شباب. بص هي الطريقة طبعا لو بص لو ما فهمتهاش المرة الثالثة سيبك منها. مفيش مشكلة تقدر تستخدم طريقة الفيكتورز عادي. ها؟ بص لو عندك دلوقتي اهو. مثلث اهو في الفراغ. ها؟ وطالع منك هنا ادي الاكس. ودي ال X ودي ال Y ودي ال Z. تمام؟ وعندك فورسز بتاعتك ايه؟ عندك فورس هنا ايه؟ وفورس تانية ايه؟ تمام؟ فورس دي بصة ناحيتي الفورس دي بصة ناحيتي. وادي عندك X Y Z. تمام؟ وعندك البعد ده 4 والبعد ده 4. اوكي؟ دلوقتي حاجة من الاثنين، هتلاحظ الفرصة دي لو بعشرين، هتلاحظ الفرصة دي بتوازي الفرصة دي، مضادة ليها في الاتجاه ولا لا؟ مضادة ليها في الاتجاه، يبقى ده اللي يعمله قبل. طب البعد العمودي ما بينهم ايه؟ لو طالب بقى عبقري اما قايل 4 جذر 2، ده طالب عبقري، ليه طالب عبقري؟ عشان هو بيقول لك البعد العمودي اللي هو أقصر مسافة ما بينهم، أقصر مسافة ما بينهم اللي هي كام؟ الأربعة اللي هنا، يبقى الفرصة دي كأنها مكانها هنا بالظبط. مش هو ده خط عملها؟ الفرصة من حقها تتنقل على خط عملها زي ما هي عاوزه. فانا جبتها هنا. يبقى البعد العمودي ما بينهم كام؟ 4. يبقى الكابل ده بيساوي كام؟ بيساوي 20 في 4. ده كده كمان يكتب. طب دايركشن بحط سيف ايديا في النص ما بين التو فورسز اللي هو اليمين. والف من الفرصة للتانية. يعني بودي من الفرصة للتانية او بلف صوابعي كانها بتلف من الاتنين مع بعض بيبرموها. لو انت بتتلخبط فيها امسك مفك كده او مفك وحط ايديك كده ادي فرص كده وفرص كده. لو حركت ايديك في الاتجاهين دول هتلاقي بره في اي اتجاه في الاتجاه ده. تمام الابهام بتاعك بقى بتاع ايديك اليمين هو ده اتجاه الفرص بتاعتك. فانت هتلاحظ ان الابهام بتاعك بتاع ايديك اليمين لو حطيت هنا هيبقى باصص ازاي؟ هيبقى باصص كده. ها هتلاقي باصص في الاتجاه ده. الاتجاه ده موازي مين؟ للاكس. فهنا اي بس السنس بتاعه ايه؟ عكس الاكس يبقى نيجاتيف. يبقى المومنت بتاعك او القابل بتاعك ده بكام؟ ناقص 80 اي. جبته في قد ايه؟ جبته في جزء من الثانيه. ايوه كده شكرا دكتور تمام فهمتها. بقول لحضرتك يا دكتور بعد اذنك. دكتور بعد اذنك. طب في واحد سال قبليك بس معلش هو سال الاول. اه دكتور بعد اذنك هو في اكزامبل 4.8 في الحل حضرتك كاتب UB.RD في F
معلش هي الار دي دي كانت ايه عشان نسيت؟ الار دي اللي هو بوزيشن فيكتور طالع من نقطة على نقطة على الفورس. نقطة الفورس احنا اخترناها نقطة دي, والنقطة اللي على اللاين نقطة او, فالار دي ده اللي هو يعتبر فيكتور او دي. تمام؟ يعني انا مش لاقيها على الرسم, يعني انا انا بفرضها. ما انت اللي عاملها, انا اللي مسميها. ما انت بتختار نقطة على اللاين, انت ممكن تخترعها. ما انا قلت لك ممكن تختار نقطة هنا اسمها سميها جي موجودة على الاي بي, تعرف تجيبها ولا لا؟ احداثاتها كام هنا؟ اي بص تعالى انا اضفر بس الدنيا دي واوريك حاجة. كده بص نضفت لك هنا ايه, ونضفت لك الفرصة هنا. تمام؟ بص بقى هنا نقطة A ونقطة B, لو اخترت نقطة في النص هنا احداثاتها ايه؟ 0.1 و 0.2, صح ولا غلط؟ نص دي ونص دي, فانت كده نقطه جي موجوده على اللاين ولا لا؟ مش موجوده عليه, موجوده عليه. ممكن اجيب المؤقت حواليها ولا لا؟ ممكن اجيب المؤقت حواليها. طب انا دلوقتي اللاين بتاع الفورس بتاعتي في نقطه هنا موجوده على اللاين بتاعه اسمها ايه؟ نقطه دي. اقدر اختارها ما اقدرش اختارها؟ اقدر اختارها. احداثاتها كام؟ 0.6. فانت ممكن تسمي نقط من عندك, مش لازم النقط اللي انا رسمها لك. طب انا ممكن اجيب نقطه ثانيه هنا اسميها اف او اسميها اي, بس مشكلة نقطة ايه ابن بحاجة. ليه؟ لانها لا هي على اللاين ولا هي على الفورس, يبقى ملاش لازمة. بس يبقى انت احداثات النقط بتاعتك انت بتجيبها, انت اللي ممكن تخترعها. على فكرة ممكن تمد الخط كده كمان توصل لغات هنا وتوصل دي بدي, مفيش مشكلة براحتك اعمل ايه انت عاوزه. يعني انت لو مديت الخط ده هنا او وصلته هنا يبقى طول النقطة دي احداثاتها كام وكام؟ 6.3. ليه؟ لان هي تطلع 1/10 هنا بالجيومتري يعني. فانت كده بقى كده جبت الفرصه بقى, ودي ممكن تجيبها بالرايت هاند رول مباشره. هتلاقي ان انت اللفه دي هي موجوده رايت هاند رول, تبقى الاف في الدي اللي هي المسافه اللي هنا, يبقى الفرصه بتاعتك 300.3 والاتجاه بتاعها في ار. وهتلاقي ان انت لما تيجي تحسبها كده هتلاقي طلعت لك اللي هي الضربه الاولانيه هنا. تمام؟ وتعملها بقى ريزوليوشن بتاعك براحتك, بس ده اللي يبقى المومنت بتاع ام بي. خد بالك ده ام بي لوحدها مش المومنت اباوت لاين. يعني انت كده ممكن تجيب النقطه دي موجوده على اللاين ولا لا؟ موجوده. هتلاقي لها عباره ايه؟ 300 × 3/10 ويبقى الاتجاه بتاعها في اي, وبعد كده تقوم ضربه في اليونت فيكتور بتاع الاي بي, يبقى انت كده جبتها خلاص في ثانيه. وصلت؟ تمام, شكرا جدا يا دكتور. دكتور ممكن اسال على حاجه؟ اتفضلي. يا معلم ان هو مش المفروض الميتر بيعادل الفيت؟ فطب انا لما جينا نجيب الجي طلعت 9.8 متر بير سكند سكوير, بس طلعت 32.2 فيت بير سكند سكوير. ليه مختلفين؟ ما عشان حولت الميتر لفيت. مش هما يعادلوا بعض اصلا؟ لا, عارفين يعني ايه عدل بعض؟ يعني ده لو مشيت اليونتس كده وده لو مشيت اليونتس كده, يعني دول باقة مع بعضهم, باقة كلهم مع بعض, ودول باقة كلهم مع بعض. يعادلها مش يساويها. انا قلت يعادلها وليس يساويها, equivalent ليها. يعني لو موجودة ما حولهاش لحية تانية. لحية تانية. يعني لو انا بستعمل هنا نيوتن في التانية هستعمل باوند. لو انا بستعمل هنا متر هستعمل في التانية فيت. لو بستعمل في دي 9.8 هستعمل كده. فهمتي؟ يعني ده مجموعة على بعضها كده مع بعضهم بيتعاملوا مع بعض, اخوات مع بعضهم ودول اخوات مع بعضهم. تمام, شكرا جدا. دكتور بعد اذنك. اتفضل. ازاي حددت الاتجاهات الاي والجي والكي بتاعت الفورسز او الكابل؟ ممكن مثال عليها؟ هو السؤال انا شايفه عبيط قوي, يا اما انا مش فاهمه صح منك. انت عاوز ايه دلوقتي يعني؟ يعني انت عاوز يعني إيه؟ لو قدامي فورس اعرف ازاي في اتجاه الكي او الجي والاي موازيه ليها. بص ادي اللاين اهو, لو عندك ادي اللاين اهو, ده بتاع الاي وادي الجي وادي الكي. تمام, عندك فرصه هنا اهي, ادي فرصه اهي هنا اهي, واتجاه الراس بتاعتها بصه هنا. تمام, وده اتجاه الاكس وادي الواي وادي الزد. الفرصه دي الخط بتاعها موازي لمين؟ للاكس. اتجاه السهم بتاعها مع مين؟ مع الاكس. يبقى دي عباره عن ايه؟ اف فيكتور بيساوي اف في اي. طب لو طلعت فوق الفرصه شويه ما فيش مشكلة, موازية لمين؟ موازية للإكس. يبقى اتجاه الفورس بتاعك ايه؟ نيجاتيف اي برضو.
يبقى انت حتى لو فورس بعيدة مفيش مشكلة. طب لو فورس مايلة كده تحت هنا اهي موجودة في المساوي اكس واي، يبقى انا عندي كومبوننت عاملها ريزوليوشن في الواي هتبقى بوزيتيف واي، وكومبوننت تانية ريزوليوشن اللي هي بقى ساين تبقى ساين بوزيتيف اكس. طب لو عندي الفورس بقى مايلة في الفراغ خالص، لا يبقى ليها كومبوننت اي جي كي، عمرك ما تعرف تحددها بمجرد النظر، هتضطر تعمل ايه؟ تضطر يا اما تعمل ريزوليوشن في الفراغ اللي احنا خدناه في اول محاضرة، يا اما تضطر تعمل ايه؟ تجيب احداث النقطة دي واحداث النقطة تانية وتعملها بالفيكتورز بتاعتك عليها. يا دكتور المحاضرة متسجلة؟ متسجلة ايه، ما هو في ريكورد اهو، انتوا مش شايفين الريكورد انا شغالة. اه يا دكتور شكرا. آه. يا دكتور اتفضل. ال LMS لما باجي اخش عشان اجيب مثلا اي حاجه بي دي اف او اي حاجه ما بينزلش معايا، مش عارف ليه المشكله دي، مش عندي انا بس، عند ناس كتير برضو. دي هي مشكله بيبقى غالبا النت، دي مش مشكلتنا احنا، دي مشكله الاي تي، بيبقى سيستم عليه ضغط كبير ممكن يكون ما بيرضاش ينزلكوا. اصل خلي بالك الميستريم عددهم ضخم جدا، فانت حاول تدخل مثلا بالليل، يعني ادخل مثلا الساعه 1 بالليل او 2 بالليل مش هتلاقي حد موجود، تدخل تلاقي LMS يعني روعة. انا الشخصية لما باجي ادخل عليه ما بعرفش ادخل والطلبة موجودة، بيبقى تقيل جدا يعني بيبقى بهدل. فانت ادخل بالليل كده الساعة 1 بالليل كده ولا حاجة وادخل عليه، هتلاقيه سهل جدا هيبقى شغال معك حلو. طب تمام شكرا حضرتك دكتور. دكتور معلش ممكن الاربع خطوات بالتلخيص تاني معلش اللي هما كانوا في الاول؟ ده لو قلتهم 100 مرة ماشي اقولهم لك اخر مرة. ماشي والله ماشي. عشان بتلخبط ما بين الالفاظ العربي والانجليش، حوار اليونت فيكتور وال والمجال عاوزها بالانجليزي ولا بالعربي؟ اختار لك واحده انت بما ان بقى يعني انت لوحدك قول لي يعني دلوقتي اول حاجه. اتفضل قول عايز تقول ايه. لا عاوزها بالانجليش، يعني عاوز اللي هو عشان بتلخبط. هقولهم لك حاضر هقولهم لك بالانجليش. بس اول حاجه المومنت اباوت بوينت اون ذا لاين، يعني بجيب ايه؟ بجيب المومنت بتاعي بوينت اباوت ذا لاين، اي بوينت على اللاين بقى، اني بوينت اوف ذا لاين. خطوه رقم 2 او نمبر 2 بجيب اليونت فيكتور اوف ذا لاين ويز اني تو بوينتس اون ات، يعني اي نقطتين موجودين على اللاين ده بختار منهم بجيب بيهم اليونت فيكتور بتاعي. خطوه رقم 3 او ستيب 3 دوت برودكت بوينت 1 في بوينت 2 اللي هو المومنت اللي انا جبته في اليونت فيكتور اللي انا جبته، كروس بضربهم مع بعض دوت برودكت اللي هو السكيلر برودكت اللي انت عارفه طبعا، انت عارف يعني ايه دوت برودكت سكيلر برودكت. تمام. نمبر 4 بقى عشان اعمله في سوليد فيكتور، يعني از ا فيكتور بعمل ايه؟ بجيب رقم 3 اللي انا لسه جايبه اللي هو الماجنيتيود اللي انا جبته اضربه في نمبر 2 اللي هو كان ايه اليونت فيكتور بتاعي بتاع اللاين. يبقى انا كده النمبر 4 ماجنيتيود اوف ستيب 3 ضرب عادي اللي هو سكيلر عادي في مين؟ في الستيب 2 اللي هو اليونت فيكتور. بس كده ايه يا دكتور؟ ما سمعتش اخر كلمه بس. سكيلر برودكت، سكيلر اللي هو الكم بقى مش اللي هو دوت برودكت، سكيلر برودكت في مين؟ في اليونت فيكتور بتاع الستيب 2. تمام كده وصلت؟ خلاص ماشي. دكتور معلش اتفضل، هو حضرتك ممكن تحل لنا مساله بس من المسائل دي بالطريقه اللي هي الاسرع او اللي هي الطريقه اللي تاخد خطوه واحده دي؟ انا حليتها لكم في الرسمه لما فتحت برنامج بنت، ارجع لها هتلاقيني حلل لك مساله بالطريقه السريعه. حليت لكم مساله وخليتكم تحلوا عليها، يعني ما تلاقيهاش موجوده في المحاضره، المحاضره متسجله. ماشي شكرا. نعم دكتور ممكن اسال سؤال؟ سؤال